الخير والفل والسعادة على كل هو وكل هن بيتفرجوا علينا دلوقتي. يوم جديد من أيام هو وهن. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنفضل نقولها لكم كده حبة لغاية لما ندخل في 2024. قبل ما نقول لكم بقى معنا إيه، خلوني أرحب بزمايلي ديما ومروة. أخباركم إيه؟ ازيك يا نرمين؟ كله تمام؟ ازيك يا نرمين؟ وأنا طبعا برحب بكل اللي بيشوفونا على شاشة قناة المحور. حلقة جديدة إن شاء الله تعجبكم. ازيك يا ديما، عاملة إيه؟ طبعا في البداية بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات هو هن. إن شاء الله يا رب كل فقراتنا النهاردة تعجب حضراتكم. في البداية كده بقول لحضراتكم كل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن من كل السنين اللي فاتت. والناس اللي حتى دايما عندها تشاؤم وعندها قلق وعندها خوف وتوتر زي كل سنة، ونحن مستنيين يعني هنشوف إيه، هنشوف السنة الجديدة هتدينا إيه، طب ما إحنا شفنا اللي فات. لا، لازم بقى يبقى عندنا حبة كوميديا كده ونخرج من المود اللي احنا دايما بنبقى حاطين نفسنا فيه كده، ونستقبل بقى السنة الجديدة بسنة سعيدة يا نرمين. وكلنا ان شاء الله نستقبل سنة 2024 بتفاؤل بقى وحب وطاقة كده إيجابية وحاجات كتير. ومش هننسى بقى المشهد الكوميدي اللي كان في فيلم جاءنا البيان التالي للفنان الكبير طبعا بنحييه محمد هنيدي، لما كان في حد مسجون فبيسأله، كان مسلسل فيلم عفوا جاءنا البيان التالي، جاءنا البيان التالي. بيقول له بقى انت ايه تطلعاتك في السنة الجديدة؟ قال له حسبي الله ونعم الوكيل. فدي طبعا مقولة كبيرة جدا ودايما كلنا بنسألها لما بنقول بنتمنى ايه في السنة الجديدة. احنا عايزين نتمنى كل الحاجات الحلوة، ونحاول ان احنا نحقق كل الحاجات اللي معرفناش نحققها في السنين اللي فاتت، ونبدا كده بنفسنا قبل ما نبص للناس اللي قدامنا احنا نفسنا في ايه ونفسنا نحقق. اكيد صح. ومش هننسى طبعا الجيل الجديد اللي هو اكتر جيل مقبل على الاحتفال. طبعا كلنا اكتر جيل متشائم. متشائم فعلا والله. بس بيحتفلوا ولا لا؟ متشائم بس بيحتفلوا اللي هم فيه. ايوه هم عايزين يهربوا يا جماعه. هو الجيل الجديد على طول خارجين اصلا يا جماعه. خليني اقول انه على طول خارجين. يعني انا مثلا عندي يوسف، حتى بقول له هتعمل ايه في النيو يير وبتاع، يعني هو مبسوط طبعا سنه جديده وبتاع. قال لي يعني عادي يوم زي اي، قال لي ما انا كل يوم بخرج. فهم كل يوم بينزلوا بيخرجوا. خليني اقول لكم على حاجه، ان انا زمان يعني ايام وانا كنت صغيره في بيت اهلي، احنا كان عندنا راس، كانت اي مناسبه على فكره مش راس السنه بس، كان ليها طقوس خاصه. يعني راس السنه ده احنا كنا كلنا ساكنين في عماره واحده، نتجمع في بيت حد من العيله، والديك الرومي طبعا معروف راس السنه، يعني ديك رومي ومحاشي وحاجات، ونقعد كل عيله تجيب هدايا على قد العيله بتاعتها. فمثلا احنا عيلتنا خمسه، عيله تانيه عيلتها اربعه، ونقعد نعملها هدايا ونلفها، ونقعد بقى ايه ننقي الهدايا. ف انتوا عندكم في الجيل الجديد، انا عندي خلاص ما بنعملش الكلام ده. بتعملي كده دلوقتي؟ انا مش، ما تعتبرنيش من الجيل الجديد قوي يعني. لا مش عايزه اتحط معاهم والله. لا انت ما لا انا جيل جديد جدا. انا جديد جدا. انا لو السنه دي مثلا قضيتها مع صحابي، لازم السنه الجايه اقضيها مع اهلي. بس هي مش اصل صعبه قوي ان انت كل مره انت مش بتحسبيها، ولا بيبقى عندك بتبقى متضايقه ان انت وضميرك مأنبك ان انت السنه دي مش مع اهلك بضميرك بيأنبك؟ لا انا بحس ان هو يوم مميز جدا طبعا. يعني سنه جديده، فيعني بحب طبعا اقضيها اما مع اهلي اما مع صحابي. بتعملوا يعني انتوا بتحتفلوا في البيت وبتبقوا قاعدين زي كل الناس أكل وبيت موفي نايت كده حلوه؟ انا ما بحبش خروج ولا خالص. الدنيا زحمه جدا والسيرفيس في اي مكان وحش. التجمعات دي يعني انا مش هقول لكم بقى متشائمه وكده، عشان انا لا انت متشائمه في الحاجات دي. لا انت بتقلقي بسرعه من حاجات كتير، وبخاف من اي تجمعات كتير في اي مناسبات كمان، والزحمه، وبخاف جدا على الاعمار الصغيره. يعني عندنا مكان في التجمع، بما ان احنا كلنا في التجمع بس مش هنقول هو ايه، جنبي البيت عندي المكان ده. خليني اقول انه بجد 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 هو بيبقى فيه احتفالات وشكل حلو واجواء لطيفه، بس بجد بيبقى زحمه جدا 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 جدا، وخناقات ومشاكل وحاجات كده. فاحنا مش عايزين مشاكل، مش عايزين خناقات. بجد بتمنى في السنه الجديده تبقى سنه سعيده علينا كلنا يا رب، وكل اللي نفسه في حاجه يا رب انه يحققها. ما نقولش حسبي الله ونعم الوكيل، لا بجد يعني خلينا نبقى متفائلين شويه. صح. وكل سنه وكلنا طيبين. خلينا بقى نتكلم عن المستقبل شويه، والاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي بقى بنستخدمه في كل مجالات حياتنا دلوقتي، حتى تصميم الازياء. معانا دلوقتي مصممة الأزياء هبة شاكر، اللي عملت آخر مجموعة ليها صممتها عن طريق الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. هي معانا دلوقتي على التليفون، خلينا نعرف منها التفاصيل أكتر عن إزاي صممت آخر كولكشن ليها. هبة منورانا. ميرسي، بنورك. عايزة أعرف إزاي بيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الأزياء.
بنستخدمه عن طريق ان احنا بنكون الاول المود بورد بتاعنا، يعني بنشوف احنا عايزين الكوليكشن بتاعنا يبقى مستوحى من ايه، يبقى التفاصيل بالضبط بتاعته، بنكون الصورة دي في ذهننا وبعد كده بنديها زي امر للتقنية بتاعت الاي اي. هو اللي بيصمم مش حد من عندك؟ انا اللي بدي البروموت الانسبيريشن. بالظبط، انا يعني بكتب كل حاجه يعني هي بقى الشطاره ان انا اصيغ كل حاجه وانا عايزاها في الكوليكشن، عايزه الماتيريال تبقى ايه، عايزه الديزاين بتاعه يبقى ايه، يبقى فيه ايه بالظبط، مثلا متفرج مرسوم كل الحاجات دي. احنا بنتفرج على الصور وانت بتتكلمي دلوقتي يا استاذه هبه، للحاجه دي يعني هو بيسهل الخطوات بتاعتنا، بدل ما انا اجرب الحاجه ابقى مختلها حلوه قوي مثلا واجي انفذها الاقي لا في مشاكل، لا هو بيخلينا نتخيلها على الطبيعه. يعني استاذه هبه خليني اسلم عليكي مره ثانيه واقول لك ان احنا طبعا احنا بنتكلم بنعرض صور حضرتك وشايفينها ان هي كلها من الحضاره المصريه القديمه، بس خليني اسالك بقى سؤال ثاني، هل انت شايفه ان الذكاء الاصطناعي ده هيقضي على بعض المهن او هتختفي بعض المهن زي مثلا كمصممه ازياء ولا هتضيف ليكو؟ لا هي هتضيف طبعا، يعني هي هتقلل خطوات بتتعمل، هو في تخوف كتير من ناس كتير حتى ان هو ممكن يحل محلها، بس هو بالعكس هو احنا لو استغليناه بحيث ان هو يسهل علينا الخطوات هو مش اي حد، يعني هو ممكن الناس تبقى شايفاها حاجه سهله بس هو مش بيطلع الحاجات صح 100%، يعني احنا لو ما عندناش مثلا النوليدج انه مثلا في حاجات بيطلعها لي انا عايزاها مستوحاه من الحضاره الفرعونيه بس هو بيديني حته مش صح او يستخدم رمز مش، لان هو في الاخر حاجه صناعيه برضو مش حاجه طبيعيه مش ايد بشريه يعني. بالظبط، انا بقى يعني الواحد بيبقى عارف هل ده قابل للتنفيذ ولا لا، هل ده فعلا بيمثل الحضاره بتاعتي ولا لا، في حاجات بتبقى اوكي اكسبتد وفي حاجات بيتعدل عليها فهو طيب. لا هو مش هينفع. استاذه هبه كنت عايزه اسال حضرتك سؤال من الاسئله الشائعه اللي في ناس كتير جدا كمصممين ازياء اكيد الموضوع ده في بالهم قوي، دايما تصميم الازياء ده نوع من الفن او دايما انت حتى لما بترسمي حاجه بيبقى فيه لمسات فنيه كده، هل تقنيه الذكاء الاصطناعي او الاي اي ممكن يغني عن اي لمسات فنيه انت ممكن تضيفيها للموديل ده؟ هو مش بيغني يعني زي ما قلت لحضرتك هو لازم بلمستك انت، طب ما هو ممكن يعمل حاجه تبقى كصوره تحفه فنيه بس يعني في بقى الابتكار، هو ده الابتكار اللي بكلمك عليه او الاضافه اللي ممكن اي مصمم ازياء يضيفه للموديل ده. بالظبط، ممكن انا اقدر اشوف الصوره اقول لا دي تتنفذ، لا دي ممكن تتنفذ بصوره احسن لو اتعملت بالخامات دي، هو مش بيقول لي هو بيديني صوره بس هل الماتيريال اللي هو مطلع بيها الصوره دي موجوده او ينفع تتعمل او لا، دي بقى ترجع للمصمم نفسه يعني. يعني احنا شفنا تصميمات بجد حلوه من الحضاره المصريه القديمه، بالتوفيق طبعا ليكي مصممه الازياء هبه شاكر، وخليني اقول ان كنا يمكن من مدة وإحنا عرضنا لحضراتكم هنا كان سجلنا مع أبطال مسلسل الصوت بيقطع على المجتمع. لا أنا بشكرك شكرا جزيلا مصممة الأزياء هبة شاكر، شكرا جزيلا لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكي، بشكرك. كنت بقول ان احنا كنا عملنا من مده كده شفنا مسلسل صوت وصوره، يمكن نزلنا صورنا مع ابطال المسلسل وكان بيناقش حته الذكاء الاصطناعي في لما هي كانت متهمه وهو استخدم المحامي استخدم الذكاء الاصطناعي غير صوت الناس غير الصوت وغير الصوره وغير الشكل، هي حاجه تخض هي حاجه ترعب، فهو سلاح ذو حدين، بس زي ما هبه قالت ان برضو في النهايه مش هتوصل للحاجه اللي هي عايزاها، يعني احنا حضرتنا دي احنا اللي عارفين هو ما يعرفهاش، فهو هيدي احنا بندخل له معلومات فبيطلعها، لازم وجودك وده لازم الوظيفه بتاعتك انت طبعا تستخدميها. في ناس كتير قوي عندها فكر او عندها تنبؤ ان هي هتلغي حياتها وتلغي مجالات تلغي دماغها وتستخدم الذكاء الاصطناعي، بس احنا طبعا عايزين لمساتنا بس انا شايفه ان موضوع الاي اي وفكره انه يلغي ادوار ناس او افراد معينه في مجالات ومجالات، يعني بصراحه في التصميم ممكن يلغي،
هي عمل الديزاين كله. هي مش هيلغي دور الاونر بس هي موجوده. يمكن عشان يكون عشان الموديل ده برضو مستوحى زي ما نرمين قالت من الحضاره العريقه او المصريه، فده مصمم لك حاجه زي ما هي موجوده. بس هي بتقول لك بتدخل له الدايركشن، هي عايزه مثلا هي بتدخل معطيات فهو في الاخر بيطلع لها حاجه بصي من غير اي تعب ولا تفكير. انا خايفه على نفسي، انا اهم حاجه بقول لك يعني على مهنتنا، وانا خايفه على الكرسي ده والله، انا مرعوبه على الكرسي ده يعني. لا وبنشوف مثلا الفنان عبد الحليم حافظ الله يرحمه، ماشي يا محمود، محمود يقول لك هيجيب مذيع اي اي قريب، ماشي يا محمود تقدر تستغنى عننا، احنا ما مالناش بديل. لا يعني بشوف الفنان راحل عبد الحليم حافظ بيغني اغاني الحماقي يعني، فدي حاجه برضو أيوة حاجه مرعبه طبعا. يعني حاجه مرعبه. شفت برضو عدد من الصور كتير جدا لكل الفنانين طبعا في الزمن الجميل، وشفت قد ايه هم استخدموا صورتهم اكنهم لسه في العصر اللي احنا فيه، فده طبعا حاجه مرعبه. طيب نرجع نبدا اولى فقراتنا، استنوا لما بنيجي نسمع عن كلمة عنف ضد المرأة بيجي بالنا على طول الست اللي ممكن بتتعرض للإهانة أو الضرب بالإيد أو بالسب أو بالشتائم، لكن في نوع من العنف كده بيبقى واخد اتجاه تاني في ستات كتير جدا ممكن تتعرض له، وإحنا النهاردة بنتكلم عليه اللي هو إن حد يعني زوج ممكن يتعرض لزوجته بالإهانة او ان هو يستغلها او يقول لها لا احنا بقينا وخلاص واحد، فلازم ان احنا انا هاخد فلوسك او انت لازم تصرفي على البيت. العنف ده من انواع العنف المهم جدا لاي ست، لان اي ست النهارده بتشتغل بتحاول انها طبعا غير انها تثبت نفسها او بتحقق ذاتها او بتساعد في البيت تبقى حاسه ان هي بتعمل حاجه ليها لذاتها. في بعض الرجاله ما بياخدوش الموضوع ده بالاطار ده او بالشكل ده. هنتكلم عن العنف المادي النهارده، وهي هنجاوب على كل الاسئله اللي بتدور في اذهان حضراتكم مع ضيفتي اللي منورانا النهارده، ضيفتي استاذه اسماء الجندي صانعه محتوى ومطوره اعمال. اهلا بيكي منورانا. اهلا بيكي يا مروه. يمكن انا قلت في الانترو ان في ستات كتير جدا بتتعرض للعنف، بس العنف اللي احنا عارفينه وبنسمع عنه وبنشوفه دايما في الافلام العنف اللي هو ممكن يكون ضرب او اهانه او استفزاز او تهديد او اي حاجه او سخريه او الكلام ده، لكن النهارده عايزين نخترق كده جزء ممكن ستات كتير جدا يكونوا بيتعرضوا ليه اللي هو العنف المادي. ساعات زوج كده بيجي يقول للست بقول لك ايه احنا لازم تساعديني، وفي بقى للاسف ازواج بيشربوا ممكن يستغلوا بقى الست. الست هنا بتبقى مقهوره يعني، ساعات لما الست بتساعد في البيت بتبقى مبسوطه تقول مش مشكله ما هو للبيت وللعيال، بس ساعات بقى راجل بيبقى لاوي دراع مراته يبقى بيشرب. فكره العنف المادي النهارده انت تفسريه بايه، خصوصا ان احنا بقينا في ايام صعبه؟ هو في الاول كده خالص ان اي فعل ليه تاثير نفسي سلبي على الست، ومش شرط الست بس، اوقات اصلا العنف المادي بيبقى على الراجل والست في نفس طبعا، بس اي فعل ليه تاثير نفسي سلبي بيبقى يعني يندرج تحت مطلق عنف. فالعنف ده ليه انواع، ممكن عنف لفظي، عنف جسدي، عنف مادي، وعنف كمان اقتصادي. فاحنا النهارده حلقتنا عن العنف المادي، وهنقدر يعني نوضح بالظبط ايه التاثير للست. فالعنف المادي ده لما يكون في سواء مثلا لو الزوج او زوجه، فالتاثير النفسي لما يكون الزوج هو المسيطر ومتحكم في ماديات البيت، ويكون هو الوحيد مصدر الدخل، والست ما بتشتغلش مثلا او ملهاش اي مصدر مادي تاني، فالاعتماد الكلي على الراجل. في التوقيت ده هو المصدر الوحيد، فبيقدر يتحكم فيها ويقدر كل القوانين اللي في البيت على مزاجه. بمعنى حابب مثلا ما يخليهاش تكمل تعليمها لو هي لسه ما كملتش مش هتتعلم، متحكم طبعا برضو في الاطفال لان هو المصدر المادي للدخل والاحتياجات الاساسيه، شرب اكل كل حاجه في البيت هو برضو المتحكم فيها. فوانس ان هو مزاجه مش رايق انا بقى مش كنت مبسوط. هي دي النقطه اللي انا عايزه استوقفك عليها كده، وللاسف في رجاله كتير وممكن يكونوا بنشوفهم وبنشوفهم في مسلسلات او في احد مثلا الافلام الدراميه اللي ممكن بتاثر علينا جدا جدا، مش هنقول مش هتكمل تعليمها، كملت تعليمها وبقت عاديه جدا وزوجه في البيت، اتخانقوا مع بعض يروح موقف وايه وقفل الحنفيه. بنشوف كتير رجاله كده، وساعات الست بتبقى حساسه جدا، وده بيتم عليها او بيرجع عليها او بيأثر عليها نفسي سلبي بشكل أكيد. كبير جدا جدا سلبي، وبتبقى مش عارفه تعمل ايه. وللاسف في ستات كتير
بتبقى أهليها مش موجودة معاها ومش هتقدر تكلم والدها أو والدتها تقول لها أنا عايزة فلوس أصله عمل حركة كذا، فبتلتزم الصمت في الحالة دي. من هنا تقدري تقولي للست تعمل إيه؟ لا، هو في حاجات كتير موجودة بالفعل وفي حاجات ممكن نقترحها. طب يلا، حاجات كتير زي موجود مثلا مجلس المرأة وأماكن كتير تقدر تلجأ لها لأنها تشتكي مثلا أو تقول أنا بتعرض لضغط أو أذى نفسي رهيب يعني، وبالذات كمان لو في أذى النفسي ده صاحبه أذى جسدي أو أكتر من كده. ممكن يتعمل حضانات اجتماعية دي تلجأ لها الست في أي وقت، تعمل لها كل حاجة هي محتاجها. غير كده أقترح كمان أن يكون في حضانات أعمال، بمعنى مكان يبقى تلجأ له الست تقدر تعمل من خلاله مشروع أو حاجة تعمل بيها شغلها الخاص، يبقى في مصدر دخل سواء وهي في بيتها تعرف تشتغل ازاي، تعمل مشروعها حتى لو اونلاين تعرف تجيب منه فلوس بدل ما يكون المصدر الوحيد الراجل ومن خلاله كل حاجه تحت سيطرته، فبالتالي بيبقى ليها تاثير نفسي سلبي عليها. فلما تيجي تعمل مشروع او اي شغل حتى لو في البيت عشان ما يقولهاش انت بتخرجي تتعرضي او تتعاملي مع رجاله تانية او اي عكسي بقى والكلام اللي ممكن فيه بعض الافكار من الرجاله دي طبعا بيطرحوها على الست، ومن هنا طبعا كل طموحها بتتقتل، ما بيبقاش عندها اي خطوه انها حتى تخطوها او ان هي مثلا تحقق ذاتها في اي حاجه حتى لو اي مشروع. فبرضه فكره حلوه جدا انها تبدا من هي قاعده في بيتها ممكن تشتغل ايا كان هي بتعرف تعمل ايه. دلوقتي السوشيال ميديا والنت اتاحوا كل حاجه، يعني بتعرف تعمل مشغولات يدويه، بتعرف تعمل، ممكن تعمل مثلا شمع كتير ممكن دي. تجيب حاجات وتبيعها، تعمل بيج، كل حاجة حتى لو عندها مهارات شخصية بسيطة، لو بتعرف صوتها كويس وبتعرف تعمل فويس اوفر مثلا على مهم حاجة تدور على نفسها، تدور على هي بتعرف تعمل ايه وتعرف تستغل ده تطلع منه اي مصدر مادي بحيث ما تبقاش تحت السيطرة الكاملة وتتحط في الموقف اللي احنا ذكرناه من شوية. بالظبط. طيب، في بعض الرجالة للأسف يعني بيبقى العلاقه بينهم وبين زوجاتهم فيها حساسيه قوي، وممكن الراجل يقول لها ايه طب الفيزا بتاعتك هاتيها، انا معيش فلوس الشهر ده، اصل انا خلصت فلوس الشهر اللي فات، فشهر بيجر شهر. فطبعا ايه، احيانا ستات كتير بتبقى عندها كبت شويه او عندها حساسيه شويه من القصه دي، فتيجي تسكت وشهر بيجر شهر بيجر شهر، وفي الاخر تحس ان هي ايه عايزة تتكلم او مش عارفة تتكلم، عايزة تتكلم، عايزة تقول طب ليه انا احنا واحد في كل حاجة، بس دي ماديات مفروض انها مقتصرة عليا، لو انا احتاجت لأي حاجة في يوم من الايام دي حاجة خاصة بي. شايفة انها تحط رولز من الاول، او اي بنت النهاردة مقبلة على الزواج انها تحط قواعد من الاول عشان ما تتخطاش المرحلة دي وفي الاخر ترجع تقول يا ريتني انا عملت، ولا تستنى مره وبعد كده تتكلم، ولا تتصرف ازاي؟ لان هو بيبقى موقف حساس جدا 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 وبيعمل مشاكل بعد كده مش مقتصره بس على ان هو ممكن ياخد منها والمشاكل فلوس بتكبر كمان بتكبر، ومش مقتصر بقى على موضوع ان السلفه والكلام ده، لا بيبقى خلاص الموضوع بقى خلاص بيبوظ خالص، يعني كل حاجه بتتهد لان طبعا الموضوع بيبقى حساس شويه. لا، انا شايفه ان من الاول خالص الوضوح، يعني سواء لو هنتكلم على زوج وزوجه فتره الخطوبه اللي في الاول كلامهم فيها في كل التفاصيل دي، يعني تقوله لو انا بشتغل وليا مصدر دخل ومرتبي كذا انت هتتصرف معايا ازاي، بس هو الطبيعي ان يبقى المصدر الدخل بتاعها خاص بيها وهو اللي بيكون متكفل بمصاريف البيت. فتشوف ردة فعله ساعتها اذا كان تمام، لا دي فلوسك انت خاصه بيكي فاتس اوكي. بس لو في غير رد غير كده وهو قال لها لا انت فلوسك ليا او انت كل شهر تديني الفيزا بتاعتك او انا هكون متحكم، فهي ليها القرار قبل ده ولا مش قبل ده. يعني الموضوع ممكن يكون ودي فهي تمام متوافقه مع ده وقبله، بس لو بالغصب او عنف او اجبار ان انت تديني فلوسك وكل مصدر دخل او قرش يدخل لك بتاعي انا، فلا ده مرفوض طبعا. وللاسف كمان في رجاله كتير ما بتبقاش قد الثقه، في رجاله دلوقتي في الزمن ده ومستويات تلاقي ناس بتشرب وبتصرف فلوسها على القهاوي وبتجيب حاجات تشرب بيها، وده الحقيقه بنشوفه كتير جدا في افلام، وناس بتبقى فاكره ان ده بعيد كل البعد عن الاسر المصريه او داخل البيوت، ولكن للاسف طبعا الدراما دي مستوحاه من الحقيقه ومن الواقع اللي احنا بنعيش فيه. لو الست تعرضت النهارده لو اي ست النهارده تعرضت للعنف المادي ازاي تتصرف؟ اول حاجه تكون يعني زي ما قلت لك من الاول من شويه صغيرين
لازم توفر مصدر دخل ليها. ولو ما وفرتش، انا بقول اتعرضت لده، اتعرضت للعنف المادي، ازاي تتصرف وتحمي نفسها من ده؟ يكون في مكان زي مثلا مجلس المرأة او في اماكن تانية تلجأ لها، بتقدر توفر الاماكن دي، بتقدر توفر للستات او الناس المتزوجة كل سبل ان هي تقدر تحمي نفسها من اي عنف او اي مشاكل مع زوجها. فدي حاجة كانت بتبقى كويسة جدا الدولة بتوفرها، بحيث ان هي تخلي المرأة ليها كامل حقوقها في المجتمع ومش ناقصها حاجة اصلا. طب في بعض بقى الستات كده، وانا بنصحكم دلوقتي ان انتوا يعني تبقوا يعني اذكياء شوية وعندكم نوع من الفكر شوية، في ستات تيجي تقول لك انا هحوش فلوسي مع جوزي، او هو مثلا بيشتغل في شغله بيقول انا هستثمر لك مثلا الفلوس دي او هشغلها لك، وطبعا تبقى بتعارك في الحياه وبتحارب في الحياه انها تجمع تجمع فلوس وتقول له خد شغلها لي. يجي بعد فتره سنه 2 3 4 مش مفيش ارباح، عايزه بقى الفلوس، وتبقى طبعا عندها اعتقادات رهيبه ان هو فعلا بيستثمر لها فلوسها، وعندها امل انها تاخد مبلغ كويس ممكن تشتري بيه حاجه لنفسها. الفكره دي نفسها انت بترفضيها ولا بتأيديها، ولا هو حسب الشخص، ولا هو اصلا بلاش اي زوج زوجة يخشوا مع بعض في قصة ماديات، ولا انت تنسحب النهاردة كل بس انا هكلمك من وجهة نظر بيزنس بحتة، بيزنس از بيزنس. انا اصلا ما برشحش ان يكون في مشاركات في شغل، اخوات، عيلة، اصدقاء، بتعمل مشاكل كبيرة طبعا. جدا فيرجح عايز تعملي مشروع، شوفي المشروع اللي انت فاهمة فيه واعمليه، حتى لو تبدأي بمبلغ صغير بس تعمليه بنفسك، مش هتخسري حاجة. بس لما تدخل من أول في مشاركات مادية، افرض خسر، افرض حصل مشاكل، افرض هو خد الأرباح كلها ومرضيش يديها لك، وانت اوريدي متجوزة، يعني مش هتعرفي تعملي، هتروح تحبسيه مثلا أو تعملي مشكلة كبيرة. فكل دي بلاها مشاكل من الأول، لا اعملي مشروعك الخاص حتى لو حاجة بسيطة وصغيرة، وكبريها واحدة واحدة في حاجة أو في مشروع بتفهمي فيه. طيب لما نمسك بقى كلمة مصروف البيت اللي ممكن يعني من خلاله بينشأ اختلافات كبيرة، لما نيجي نتكلم عن مصروف البيت النهارده، في ستات كتير وفي رجاله بيختلفوا عن المصطلح ده. يجوا متفقين على حاجه، يظهر لهم حاجه جديده زي اي بيت مصري او اي اسره مصريه، بيظهر لها بعض مثلا الحاجات اللي المفروض او مطالب منهم ان هم يعملوها. فيبقى في خلل كده في مصروف البيت. رايك ان مصروف البيت ده بيتولاه الراجل ولا الست، ولا بالاتفاق بينهم؟ هو في الغالب المفروض بالاتفاق، بس هنتكلم باللي موجود. الستات ايديها مقطوعه يعني زي ما بيقول، لا بس هي اللي بتبقى دايره البيت وعارفه تفاصيله. بس في ستات يعني زي ما بالبلدي كده يقول لك ايديها مخرومه، يعني دي بقى اللي اتحط عليها كنترول. دي اتحط عليها كنترول ولازم يبقى بالاتفاق. بالظبط. بس الستات اللي مش عارفه تبقى تدير بيتها صح، او مش عارفه تجيب ايه وما تجيبش ايه، هو المفروض يوجهها شويه في الاول لو هو عنده وجهه نظر اعم او شاطر شويه او فاهم، بس او ماما او حد موجود في البيت. بس لو هي فاهمه، لا هي الست اللي بتدير البيت طبعا، وبتبقى فاهمه في التفاصيل، فاهمه تفاصيل ولادها، بتربيهم ازاي، مين محتاج ايه المدرسه، محتاج مصاريف مثلا صحيه، او مين يروح للدكتور، فكل ده الست هي اللي بتعمل فيه. طب الراجل ملوش علاقه. طيب هنروح لنقطه او مقوله كده، يقول لك الراجل ما يعبوش حاجه غير جيبه. دايما بنسمع الكلمة دي في الأفلام وفي المسلسلات، الكلمة دي جابتنا ورا زي ما انت قلتي كده بالظبط. ساعات الراجل كده يبقى عنده أفكار كتير، ممكن يكون بيمد إيده، ممكن أي ست بتتعرض لعنف، مش لازم طبعا عنف مادي، بس بيديها فلوس على طول. تنصحي بإيه الست هنا؟ إنها بتاخد فلوس بس ممكن تتهان بلفظ، بكلمة، بحاسيس وحشة، بحاجات كتير قوي ممكن أي ست النهاردة تبقى في غنى عن العنف ده أو تستغنى عن العنف ده. هو لو مفيش كرامة ومفيش احترام للذات في الأساس، والطرفين يكونوا محترمين بعض، هتلاقي العلاقة متضررة من جميع الاتجاهات طبعا. يعني تبقى كارثة لما تكوني تمام، عايشة كويس أو ماديا كويس، بس الأذى أو العنف مش شرط يكون مادي بس، ما ممكن يكون لفظي وجسدي طبعا. ما هو ده يعني انت تمام يعني ماديا بس جدا من العنف. يعني احنا النهارده بنخاطب او بنتكلم عن انواع كتير من العنف غير طبعا العنف المادي. العنف ضد المرأة ده حاجة مهينة جدا جدا أكيد. جدا بنحاول ان احنا نتكلم كتير جدا هنا في البرنامج ان احنا نمنع حاجة اسمها عنف ضد المرأة. هو مش بيتمنع، او في الغالب احنا بتكلمي في تغيير ثقافة كاملة في مجتمع طبعا. فبتتكلمي ان انت تعيدي هيكله ثقافه من اول وجديد، من اول طبعا. وانت هنا من هنا من تغيير الفكر والثقافات دي، انت بتمنعي حاجه زي دي أكيد. او بتقفي واقفه مع نفسك ان انت ما تتعرضيش لعنف مادي او عنف جسدي او حتى لفظي. هي لو هتحترم نفسها وهتقدر قد ايه هي مهمه وحد كويس و ثقه بنفسها، ليها لازمه في الحياه، وان هي بتربي حتى لو هي ست بيت بس بتربي اطفال وبتعلمهم، فهي ليها دور كبير.
فازاي هتقبل ان هي تبقى بتتعرض لعنف سواء مادي او لفظي وتربي اطفال هتطلعهم غير اسوياء. النهارده احنا طبعا اتفضلي انا هكمل كلامك. كنت اقول كل طول ما نفسيتها كويسه وهي حاسه مرتاحه طبعا وجوزها مقدرها وعايشه في بيت مرتاحه الاسره كلها تبقى زي الفل حتى هو كمان وحتى هو كمان هينعكس عليه ده ان هي كويسه فهو كمان هيبقى مبسوط. طيب بما اننا النهارده بنتكلم عن العنف ضد المرأة وبنتكلم النهاردة بالأخص كده عن العنف المادي أو أي ستة ممكن تتعرض لجوزها أو مع جوزها لعنف مادي ويستغلها أو ياخد فلوسها أو يحسسها أحاسيس يعني أنها ملهاش كيان أو ملهاش لازمة. في راجل يبقى اتجوز ست وخلفت منه وهي بتبقى ضعيفة شوية أو أنا هستنى عشان خاطر ما اطلقش، أنا هستنى عشان الولاد، أنا هستنى. الراجل ده بيبقى بخيل جدا 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 وما بيصرفش على البيت، هنا تتصرف ازاي؟ تنصحها تتصرف ازاي؟ يعني اول حاجه بتلجا للاهل، يعني باباها مامتها، ولو اهله هو كمان كويسين باباه او مامته تقدر تتكلم معاهم بشكل ودي، لان الجواز ما بيبقاش مساله سهله، هو اوريدي في بيت وفي طفل كمان فالموضوع ما بيبقاش بالسهوله ان هم يروحوا محاكم او يروحوا يعملوا مشاكل كبيره. قبل المرحله دي كمان ممكن تتكلم معاه بشكل ودي، ممكن يكون متعصب مثلا او عنده مشاكل في الشغل او حاجه ده ريفلكت عليها في البيت، بس لو مفيش ده ومفيش ده وهو اوريدي صفته اللي هو عنده عنف او طريقته ان هو صدامي جدا معاه في اي وقت، لا تبتدي بقى تشوف ان مكان تلجا له يقدر يحميها بشكل قوي، يعني ما يبقاش مجرد بس تشتكي او يبقى ليها حقوق، لان اوريدي حقوق الانسان العالم كله مهتم بيها اصلا وبقالنا فتره كبيره الفوكس كله عليها، فهي لما تروح لمكان يقدر يجيب لها حقوقها لا هتجيبها، مش الموضوع مش سايب في طيب بما انك صانعه محتوى مطوره اعمال عايزاك النهارده تقولي النصيحه لكل الستات اللي بتشوفنا وكل الرجاله. نتكلم النهارده الاول عن نصيحه لكل الستات اللي بتتعرض لكافه انواع العنف مش بس العنف المادي، وكمان نصيحه للراجل ازاي تعامل مراتك وازاي ما تتدخلش معاها وتوصل معاها لمرحله ان انت تخليها خلاص توصل لمرحله انها مش قادره تكمل ولا عندها استعداد حتى انها تكمل مع حد تاني، طبعا لما بيتعرض ليها او يعني بيتعرض ليها او بيوجه لها اهانه او عنف مادي او عنف سب لفظي يعني اي حاجه. نصيحه بقى للراجل وللست. للست الاول لان هي المهم عندنا طبعا دلوقتي. الستات لو كل حد فيهم قعدوا من الاول واتكلموا وعرفوا كل واحد شخصيته ايه وفي تفاهم بينهم ولا لا، دي ستيب نمبر 1 هيعرفوا يكملوا بعدين ولا لا، بلاش الجزء اللي هو في حد بيضطهد حد او بيسيطر على حد. الجزء الثاني ان برجح ان ليه ما تبقيش قاعده في البيت او ايا كان انت بتعملي ايه، تبقي ليكي مصدر دخل مادي حتى لو حاجه بسيطه تصرفي بيها على نفسك، ما تضطريش تكوني الراجل او الشخص اللي معاكي هو المتحكم كومبليتلي 100% في مصدر الدخل ده. الوقت ده في التكنولوجيا اللي احنا فيها وفرت ان انت ممكن تشتغلي فريلانس من البيت، ممكن تعملي بيزنس اونلاين من البيت، كل حاجه بقت سلسه وفي ايديكي، يعني لو عندك حتى مهاره بسيطه ايا كان بتعرفي تعملي ايه هتعرفي تجيبي منه فلوس، المهم ما تقعديش من غير شغل، يعني دي اهم حاجه بالنسبه للست بحيث ان يبقى في مصدر دخل فهي تمام على الاقل مرتاحه ماديا. وفي نفس الوقت برضو ان الراجل لو قدر يتكلم ايه المشكله اللي بتسبب العنف اصلا، يعني اكيد العنف المادي ده اكيد وراء اسباب، فلو قعد يتكلم انا من وجهه نظري انا بقول ان العنف ده سببه الاختلاف او عدم التكافؤ ممكن من البدايه احتمال كبير طبعا. وممكن يكون عنده مشاكل اصلا من التربيه من الطفوله من زمان مثلا ممكن عنده مشاكل مع اهله سواء مامته او باباه، حصل مثلا عنده تروما مثلا من مشكله ما او تاثير او عقده فبيطلعها على مش عارف يتعامل معاها ازاي طبعا. فلو في نوع من الكلام او التفاهم وكل واحد قال للتاني حياته او هو بيفكر في ايه مشاركه مش حوار لغه الحوار بالظبط الكلام مهم جدا في العلاقه، لو كل واحد طلع جواه ايه وبيفكر في ايه هيقدر يوصلوا لنقطه وسط ممكن ما يوصلوش لاصلا ان حد يضايق حد او ياثر عليه نفسيا بطريقه سلبيه. جميل، بما ان حضرتك طبعا صانعه محتوى وانت تم اختيارك من ضمن 25 في الوطن العربي كافضل صانعه محتوى، قولي لي ازاي بتشوفي او ازاي صناع المحتوى بيبقى ليهم تاثير كبير جدا سواء على المراه او الراجل او على المجتمع بصفه عامه. اي كلمه بتقدري تتكلميها واحنا قاعدين في جروب او قاعدين بين الصحاب بتاثر نفسيا على اللي حواليكي،
فما بالك لما بيكون حواليك مجتمع كبير جدا تقدري تتأثري فيه من خلال كلمتك رأيك. ممكن تطلعي من نشر طريقة النشر نفسها تقدميها بشكل عامل ازاي، طالما الموضوع بتكلمي ببساطة وانتي حقيقية وبتطلعي تكلمي بمصداقية من الواقع طبعا بمصداقية بطريقة بكل حاجة من الواقع بمصداقية بشخصيتك البسيطة دي وعندك سواء محتوى او عندك رأي وصادقة فيه الناس هتحبك وهتصدقك وهتتأثر بيكي كمان. مثلا لما عملت فيديوز عن المشاريع او ازاي تأسس مشاريع في الاول كنت فاكرة ان الدنيا هتبقى صعبة شوية والناس مش تسمع المحتوى ده ومش هيبقى ليه جمهور. اكتشفت الموضوع عكس كده تماما، في شباب كتير جدا سواء اندر جراديويت او الناس اللي اتخرجت او ناس حتى بعد ما اشتغلوا في وظائف لا بيتأثروا، في ناس فتحت مشاريع جوه وبره مصر، فالموضوع كان مفاجئ بالنسبه لي. شافون وفي تاثير كبير, كبير جدا وفي ناس اوريدي اللي هو طب دراسه الجدوى بتتعمل ازاي، طب احنا ممكن نعرف المشروع ده هينجح ولا لا، طب نعرف ازاي، طيب هو انا عايز اعمل رؤيه مبدئيه للمشروع بتاعي بس في الاول مش خايف اخسر نعمل ايه، فبنبدا نتكلم في حاجه زي كده فبتبداي تفتحي لهم المواضيع افكاره وافكار تدي اقتراحات ليهم فده بيساعدهم اكتر على رؤيه مظبوطه. بالظبط، في ناس اصلا مش عارفه تجيب فكره مشروع ازاي. فاللي هو ملخص الجزء ده اللي هو عندك مشاكل هتعرف تعمل مشروع، هتعرف تحلها، هتطلع منها مشاكل. استاذه اسماء الجندي صناعه محتوى ومطوره اعمال، بشكرك جدا على اللقاء الجميل وعلى الفقره الجميله اللي انت ضفت لنا كلام كتير جدا اكيد فات كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. بشكرك جدا على وجودك معانا. مبسوطه انكم كنتوا موجوده معاكم. شكرا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت ولكن لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لفاصل صغير ونرجع تاني، استنوا. خليني اقول لكم ان ضيفه فقرتي دلوقتي الحقيقه هي متعدده المواهب، هي صناعه محتوى من الدرجه الاولى، طباخه ماهره يعني زي ما بنقول، بكل بقى ما يخص الفاشن والتجميل والحاجات دي هتلاقوا يعني بصوا سبع صنايع بس البخت الحمد لله مش ضايع، وفوق كل ده كمان هي لسه مامي جديده او سنه اولى مامي زي ما بنقول. خلوني ارحب بضيفتي اللي معانا النهارده منى ايهاب انفلونسر. يا منى ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله يعني فعلا. سبع صنايع والبخت ما شاء الله الحمد بجد لله. ولسه مامي جديده فهنتكلم في حاجات كثيره جدا بخصوص برضو ان انت مامي. انا قلت يبقى عندك ولد كبير شويه يعني انت شكلك اصلا صغنن، قلت يعني يبقى بتقولي ست شهور صغنن قوي بيبي صغنن لسه يعني متبهدله بقى مش قادره اوصف طبعا ربنا يخليه لك يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. زي ما انا قلت كده انت بتعملي حاجات كتير قوي 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 قوي. لما قررتي تدخلي او تبقي صناعه محتوى او تدخلي بقى السوشيال ميديا كنت مقرره هتعملي محتوى ايه ولا سبتيها كده؟ لا هو انا عموما حبيت قوي فكره ان انا علاقتي بالبنات اللي عندي على انستغرام علاقه بجد، هم صحابي قوي، فحسيت ان انا طول الوقت عايزه ابقى سبب حتى لو بسيط ان انا افيدهم اوعيهم باي حاجه. طول الوقت بنطلع نتكلم مع بعض، بسالهم هم عايزين اتكلم عن ايه، يعني علاقه ما بيننا حلوه قوي، فده اللي خلاني اتحمس اكتر وافضل مكمله. انا اولموست دلوقتي بقى لي 5 سنين في البلوجينج يعني. وبس ولقيت نفسي بقى لا انا عايزه لما اجرب حاجه اتكلم معاهم، عايزه لما اروح مكان اتكلم معاهم، فبجد بقيت كل يوم انا بشير معاهم كل حاجه في حياتي تقريبا. اوكي. فالموضوع لذيذ قوي بصراحه. وانتي صغيره دايما كلنا واحنا صغيرين هي نفسك تطلعي ايه، اللي يقولك دكتوره، اللي يقولك انا والله بجد انا مش بهرج، انا بجد انا من وانا صغيره بقول لهم انا نفسي ابقى بتاعت اعلانات، يعني ابقى بعمل اعلانات وموديل وبتاع، يعني صغيرتك مش يعني قريب برضو مني. فانت وانت صغيره كانوا حد مثلا يسالوكي نفسك تطلعي ايه كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول حاجتين، بقول مذيعه وبقول كاتبه. واو. يعني انا بحب الكتابه والقرايه بشكل رهيب. اعلام بشكل عام ودخلت اعلام فعلا. اوكي. خليني اقول حاجه، طبعا منى هي اخت الفنانه الجميله نور ايهاب. قبل ما نبدا قلت لها انت مالكيش علاقه بيها خالص يعني. وانا بتكلم معاكي انا حاسه ان انا قاعده معايا يعني انتوا فيكوا روح غير طبيعيه ونفس الصوت تقريبا ونفس الصوت. كل الناس تقول لنا كده يعني انا الشكل انتوا مختلفين لكن الروح بالطريقه بالصوت لا اخوات اخوات يعني طيب انت طبخه خطيره، بتطبخي حلو في البيت؟ انا بعشق المطبخ بجد، بحبه جدا جدا.
اوكي. طب والبيت كله عندك شاطر كده برضو في الطبخ ولا انت بس؟ لا انا اصلا يعني نور بتطبخ ولا اكيد؟ لا نور يعني هي نور عشان بسبب يعني شغلها وان هي طول الوقت بتشتغل فما عندهاش وقت. مفيش وقت. فلا بس هي لما بتطبخ واخويا بيطبخ واخويا بيطبخ حلو قوي. الله. ومامتي طبعا هي السورس بتاعتنا فاحنا حبينا الطبخ بسببها. انت تكملي معانا الحلقه النهارده ونعمل فقره يلا المطبخ. بينا انا اتحمست جدا. لا احنا هنجيبك في مره ثانيه تطبخ لنا بقى. طب اكتر اكله اللي هو ايه منا متميزه فيها ايه؟ انا بعمل محاشي، بعمل محشي كرنب. ولا يبان عليكي بجد. ولا يبان عليكي خالص. بعمل مكرونه بالبشاميل، بعمل فته وفته ولحمه. لسه اول امبارح كنت عامله عجينه بقى وعملت معجنات في البيت. لا ده انت شاطره بجد مش تهري. انا بحب الطبخ قوي، بحب المطبخ قوي. اوكي. بتتعلمي من الفيديوز برضو ولا انت بتقعدي تبتكري وتخترعي حاجات؟ لا بصراحه يعني معظم الحاجات اتعلمتها من مامتي. وبعد كده بقى بدات اشوف فيديوز عن حاجات مختلفه وابدا اجرب انا واشوف وكده يعني. اوكي. طيب انت بتقولي ان انت بقالك 5 سنين تقريبا بتقدمي فيديوز وكصانعه محتوى. ايه اللي اختلف من دلوقتي عن زمان في الفيديوز اللي انت بتعمليها، حتى في شخصيتك، في طريقه مثلا عرضك للحاجه؟ لا هو انا في اول ما بدات كنت مكسوفه جدا، صوتي واطي على طول ومش عارفه كده ابقى براحتي يعني كسوف زياده عن اللزوم. لا دلوقتي الحمد لله فكره كمان ان انا والبنات الفولورز اللي عندي صحاب واخوات، ولما بيسالوني على حاجه بنقعد نتكلم مع بعض، دي حاجه فرقت معايا قوي. حد بيسالك في مشاكل مثلا بيقول لك مثلا عندي مشكله كذا ومرتبطه بحد ومطلع عيني، حد خني مش طبعا كدا. بيسالوني في كل حاجه، عن حياتهم، عن سكين كير، عن اماكن يخرجوا فيها، عن لبس. يعني في واحده في كذا بنت تبعت لي عندنا مثلا قرايه فاتحه، طب نلبس ايه منا؟ فاحنا بجد صحاب قوي، بينا علاقه حلوه قوي، فدي الحاجه اللي حمستني ان انا بجد افضل مكمله. ما فكرتيش تتخصصي بقى في حاجه؟ يعني انت بتطبخي وبالنسبه للفاشن برضو يعني زي ما انت بتقولي للناس تلبس ايه وتعمل ايه، ما فكرتيش ان انت لا هتخصص في حاجه معينه؟ طبخ، فاشن كده. انا حبيت اكتر فكره اللايف ستايل، ان انا بعمل كل حاجه، بتكلم مع البنات في كل حاجه. بس انا كنت من اول ما بدات كنت متخصصه اكتر حاجه في السكين كير والهير كير، بتكلم على العنايه بشكل عام، ان نستخدم ايه، نعمل ايه، ولحد دلوقتي بعمل كده. اعتقد بقى لما خلفتي حمزه صح؟ اه ربنا يخليه لك. يا رب. ممكن المحتوى يتغير يعني؟ ممكن نشوف منا مامي بقى بتدي نصايح للبنات اللي هم لسه سنه، او يعني الماميز اللي هم لسه في سنه اولى ماميز، ولا لا ما فكرتيش تيجي ناحيه؟ لا بالعكس دي. عملت كده لاني لما بعد الولاده وبعد ما كنت قاعده طول ال9 شهور انا بعمل كونتنت، ويعني البنات عارفه ان انا منا حامل وبتعمل كذا وبستخدم كذا وكده، فلا بقى عندي كاتيجوري كبير قوي من الماميز الجداد. فبدات اعمل الاثنين، يعني بتكلم على البنات في الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها على طول، واعمل حاجه جديده ان انا اتكلم على الماميز ازاي نهتم بنفسنا ونحب بيتنا ونحب نفسنا واحنا ماميز عادي. دي وازاي نلحق نعمل كل الحاجات دي؟ يعني في ناس اللي هو انا مش هلحق اعمل حاجه واكتئاب والبيبي مش عارفه اتصرف، لا انا بحاول اهون عليهم الدنيا وان الدنيا مش صعبه زي ما الناس بتفهم. اصل خليني اقول لك على حاجه، انا جالي اكتئاب ما بعد الحمل. اوكي. يعني بس مش اكتئاب بمعنى اكتئاب وقفل على نفسي، لا بس احساس فكره ان انا خلفت وانا صغيره، دي برضو فكره ان انا مين ده؟ يعني مش عارفه اتعامل معاه، انا شخصيا صغيره. أيوة. عشان كده انا بنصح بجد كل البنات ما تتجوزوش صغيرين عشان تعرفوا. يعني انا لسه دلوقتي اقولي نفسي يرجع بيا الزمن اللي عايز، انا يعني عايزه اعمل حاجات كتير حياتك. جدا مع ابني ما عملتهالوش. فخليني اقول لك ان انت ايه اهم النصايح مثلا من خلال انت لسه برضو 6 شهور. لسه بقى ما اتحركش، لسه ما خدش الحاجات اللي على السفره وعلى الترابيزه، يعني لسه برضو صغنن. بس اهم النصايح في الفتره دي اللي قلتيها ايه؟ اهم النصايح ان ما توقفيش، ما تبقيش عندك اكتئاب واللي هو لا انا معايا بيبي فانا مش هخرج من البيت ومش هتحرك. انزلي وتبسطي وعيشي المغامره. هيبقى معاكي بيبي وهتبقي مضطره تاكليه ويعيط وينام، بس تبسطي، ما تحبسيش نفسك في حته ان انت مامي فخلاص انا مش هخرج انا مش هتبسط. بالعكس تقدري تعملي كل ده، كل ما البيبي بيكبر انت نومك بيتظبط، انت بتفهميه اكتر، هو بيفهمك اكتر، فالدنيا مش معقده قوي. والبنات بتبقى مرعوبه وهي حامل وخلاص انا حياتي وقفت انا مش هتبسط، انا وجوزي خلاص مش هنتبسط تاني. فلا الدنيا مش كده خالص يعني، بتمشي. طب انت بقى وانت صغيره
كنتي طفله شقيه ومجهده ومتعبه، ولا لا كنتي طفله لطيفه ومحترمه؟ كنت هاديه زياده عن اللزوم وبتكسف. هنعرف دلوقتي الحقيقه. هعرف. لا 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 دي الحقيقه والله. احنا هنا معانا بقى على التليفون والده منى، مدام ساره. مدام ساره اهلا بحضرتك. الو الو اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الو ايوه ايوه سامعانا كده كويس؟ اه كده تمام. كنت بسال منى انت طفولتك كانت عامله ايه؟ طفوله مشرده ولا هاديه؟ قالت لي لا والله هاديه. قلت لها هنعرف من مامتك حالا بقى دلوقتي. كانت منى عامله ايه في وهي صغيره؟ انا سمعت لان الصوت بعيد شويه ان هي هاديه ولا ايه؟ ايوه هي كانت، هي بتقول ان هي كانت هاديه. هي كانت هاديه؟ وهي صغيره بيبي كانت هاديه جدا جدا. وبعدين بدات الشقاوه لما اخواتها جم بقى ابتدوا يخلوها تبقى شقيه طبعا. وبعدين لما كبرت رجعت بقت هاديه قوي قوي قوي. ايوه هي ما شاء الله عليها يعني. بس خليني اقول لك ان هي برضو بتعمل حاجات كتير يعني. لسه انت سامعاني ولا الصوت فيه مشكله؟ يعني شويه اتفضلي. طب انا هحاول اعلي صوتي على قد ما اقدر. بقول لك هي زي ما انا قلت كده، هي منا بتعمل حاجات كتير يعني. هي بلوجر بس بتقدم محتويات كتير. لما هي دخلت في المجال ده هل انت نصحتيها قلت لها مثلا لا خليكي في حاجه واحده، ولا سبتيها تعمل هي عايزاه؟ معلش انا اسفه جدا انا مش سامعه. طب معلش يا جماعه نحاول نقفل ونتصل بمدام ساره تاني علشان الصوت تقريبا فيه مشكله. هنحاول نكلم حضرتك مره تانية. يعني هي قالت وانتي صغيره بيبي كنتي هاديه وحبت عفرطه لما اخوات. انت عندك نور وانتي؟ عندي نور وكريم. وكريم صغير ولا كبير؟ يعني كريم اصغر مني ونور الاصغر خالص. نور الصغيره خالص. لما اخواتك جم دايما بيبقى الواحد عنده غيره او عارفه كده، لما اخواتك جم حسيتي بغيره وكده ناحيتهم؟ بالعكس انا على طول كنت بحس ان انا صغيره لحد دلوقتي، ان انا مامتهم الثانيه يعني. وهي ماما مش موجوده لا انا مش كده عشان انت صغيره جدا اصلا بقى. انا بحس كده بمسؤوليه ان انا الاخت الكبيره بقى. فحتى لما كانوا في المدرسه كنت بطمن ان هم في الكلاس بتاعهم، بطمن عليهم كاني مامي بس صغيره شويه. وتروحي بعد كده على الكلاس بتاعك واروح بقى اخلص انا يومي اشوف عامل ايه. طيب هل مامتك بتساعدك بقى في تربيتك لحمزه، ولا لا انت متحمله المسؤوليه كامله لان انت برضو عندك حاجات ده شغل؟ انت بتقعدي تعملي فيديوز والحاجات دي، الفيديوز برضو بتاخد وقت. انا مامتي متبهدله معايا. طب احنا هي رجعت لنا تاني. ماما رجعت لنا تاني. مدام ساره سامعانا كده؟ يا مدام ساره في مشكلة في النت؟ مش عارفة النت فيها غالبا مشكلة. تماما بالعكس انا في منتهى السعادة على فكرة. بجد بتساعديها وانت اصل يعني اعز الولد ولد الولد زي ما بيقولوا، ده اعتقد اول حفيد صح؟ ايوه اول حفيد. اول حفيد. طب احكي. انا بعتبره ابني مش عارفة ليه مش حاسة. انتوا اصلا حضرتك صوتك صغير جدا وهي صغيرة، فانتوا كلكم صغيرين قوي يعني. ضحكوا عليكم بدري، ضحكوا عليكم بدري. طيب احكي لي سارة طفولتها كانت عاملة ازاي هي ونور؟ يعني لسه بقول لها دايما الأخت الكبيرة أو الأخ الأكبر بيبقى واخد الاهتمام كله، لما بيجي يعني اخوات تانيين بيحسوا بغيرة وإن زي ما بنقول بالبلدي السجادة اتسحبت من تحت رجليهم. منا كانت كده؟ بصي هي منا في الأول طبعا اكيد طبعا اول بيبي اهتمام فظيع، وهي كانت قمرايا قمر بجد ما شاء الله الله اكبر يعني وما زالت طبعا طبعا. وبعد كده لما اخواتها بقى جم بقوا اشقيه قوي، هم اشقيه اكتر منها، هي كاركتر هادي هم اشقيه شويتين. لا بالعكس هي منا يعني الاخوات التانيين بقى هي بدات هي اللي تبقى مهتميه بيهم يعني. هي دايما متحمله المسؤوليه. هي كانت لسه فعلا بتقول الكلام ده، انا كنت بحس ان انا مامي الصغننه. هي بقى ايه يعني متحمله بقى مسؤوليه اختها الصغيره واخوها الصغير، وتروح لهم بقى في كيجي تطمن عليهم وتجيب لهم بقى سناكس وحاجات كده يعني. يا روحي. طيب لما منا جت بقى تتجوز وانتي صغيره وهي صغيره، فاحساسك كأم ايه؟ هل قعدتي اديتيها نصايح؟ اتكلمتي معاها؟ بيتك جوزك ما تتعصبيش يعني. انا على ايامي انا لما جيت اتجوزت انا امي قعدت عملت معايا كده. هل انتوا الجيل الجديد بقى مع منا برضو عملتي معاها كده، ولا لا سبتيها تاخد التجربه لوحدها؟ لا يعني ممكن يكون الموقف مختلف شويه، يمكن عشان احنا يعني ايه صحاب قوي قوي. فاحنا بنتكلم يعني طول الوقت طول الوقت، بنتكلم في مواضيع كتير وبنتكلم في حاجات كتير وبمنتهى الصراحه، ما عنديش حاجه ان انا اخبيها او الكلام ده من هم بيبي من هم صغيرين. فكان حتى قبل الجواز وكده وقبل الخطوبه وقبل الارتباط
كان بيبقى في مبادئ كده كده كل شويه بتتقال. يعني فالمعلومات كانت الحمد لله بالنسبه لي. انتوا صحافه طول ما انتوا قاعدين بتتكلموا يعني. طيب لما منى بتتخانق مع جوزها بتبقي في صف مين؟ بتبقي حما ولا بتبقي لا؟ الحمد لله الله اكبر وهي ما حصلتش الحمد لله. بس لما بتحصل انا بقف مع الحق طبعا، لان هو حبيبي وابني كده كده يعني. طيب يعني هي مش حما يعني؟ لا لا خالص طبعا. يعني بجد ربنا يحمي لك الولاد كلهم سواء منى او نور او كريم، صح؟ أيوة. او كريم، بجد ربنا يخليهم لك ويحميهم لك يا رب. في قوي 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 شكرا. مامي واقفه جنبك ايه بس في الخناقات لما لا قدر الله يعني بعد شر لما بتحصل مشكله بينك وبين جوزك بتبقى فعلا يعني دايما الام الام ام غصب عنها، بس بتبقى واقفه لو انت غلطانه بتيجي تقول لك لا منى ما ينفعش تعملي كذا كذا كذا. بصي انا هقول لك، هي مامتي وحماتي مامه عمر هما الاثنين بجد واقفين مع الحق قوي، يعني لو انا غلطانه هيقولوا لي انت غلطانه، بس فكره ماما هتقول لي ان غلطانه. حماتي بقى مش كده خالص، يعني حماتي تيجي ما تقولش ان انا غلطانه قدام عمر، تيجي بيني وبينها تقول تقول لي لا بصي انت غلطتي في كذا كذا، بس انا مش هقول قدامه. فهما الاثنين بصراحه واقفين مع الحق، ويعني امهاتي بجد يعني واقفين في صفي قوي على طول. ربنا يخليهم لك بجد ويخليك حمزه وتشوفي كده احسن حد في الدنيا يا رب ان شاء الله. معمول لي في السكريبت كده حبه العاب كده لطيفه، يلا بينا نلعبها. يلا بينا. يلا طيب، هي هتردي بسرعه جدا. اوكي. اكتر صفه فيكي بتحبيها واكتر صفه عايزاها تغيريها؟ اكتر صفه بحبها ان انا سنسيتيف، بخاف على شعور الناس وحساسه شويه يعني. صفه ما بحبهاش ان انا عصبيه. انت برج الحمل؟ لا دلو. ماشي. دلو والله مش عصبي قوي يعني، بس ساعات كده بتهد منه ساعات الهبه بتيجي كده. طيب اكتر سنه حلوه عدت عليكي؟ السنه دي طبعا طبعا حمزه اكيد طبعاً. يعني اهم قرار خدتيه في حياتك غير الجواز؟ اهم قرار ان انا بدات على انستغرام، ويعني كان ده شغلي يعني دلوقتي. السوشيال ميديا مهمه قد ايه عندك؟ لا مهمه قوي عشان حاجتين، عشان موضوع ان انا ده شغلي، اشتغلت الحمد لله مع براندز كتير والحمد لله الشغل كان ماشي كويس، الفيدباك من الناس من الكلاينتس اللي عندي الحمد لله طول الوقت كان كويس، اذا كان لو لوكال براندز او انترناشونال براندز على حسب الناس اللي انا اشتغلت معاها، وحته زي ما قلت لك العلاقه اللي بيني وبين البنات، فلا السوشيال ميديا بالنسبه لي مهمه قوي. مهمه. طبعا. في سنه من السنين غشيتي في اي ماده وعديتي بالغش؟ لا على فكره انا كنت شاطره في المدرسه قوي، كنت بحب اذاكر. كنت علمي ولا ادبي؟ لا ولا كنت ادبي. ادبي. حفيظه دحيحه زي ما بيقولوا. بحفظ قوي يعني. حاجه ما ينفعش تستغني عنها خالص؟ السوشيال ميديا اكيد. اكيد السوشيال ميديا. عملتي اكله حلوه وكنت متخيله انها تطلع واو وباظت منك وبقيتي اللي هو اعمل فيها ايه؟ طبعا عملت اكله كانت يعني كانت حلوه قوي، بس ملحها كان اوفر، فعمر وقتها ما عرفش يجاملني وقال لي يعني ملح مش قادر اكل اكتر من كده وما قدرش ياكل. بتاخدي هدوم من نور ولا نور بتاخد هدوم منك؟ لا احنا الاثنين دولابنا واحد قبل الجواز، فكنا بنلبس كل حاجه مع بعض. طلبتي اونلاين قبل كده وقلتي لعمر اتفضل انت تعامل انت؟ يعني كتير قوي 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 طبعا طبعا. مين اكتر حد عارف منا من جواها؟ لا هم عيلتي يعني، طبعا دلوقتي عمر اكتر حد، بس من قبل كده هم ماما وكريم ونور. يعني انت شخصيه لطيفه، انت هاديه على فكره، يعني زي ما انت قلتي انت هاديه ومامتك قالت ان انت هاديه، كنت جت في النص كده يعني فتره المراهقه دي يعني. أيوة. طبيعي. طيب خليني اسالك بقى عن حمزه. اوكي. هو لسه برضو ست شهور، بتفكري مثلا زي ما بنشوف مثلا في بلوجرز بيدخلوا ولادهم معاهم في الفيديوز، انت في نيتك ان انت تدخلي حمزه معاكي في الفيديوز اللي بتعمليها تكسبي ريفيوهات اكتر او تكسبي فولورز اكتر، ولا لا مش ناويه تدخليه في الحته دي خالص؟ لا انا حاسه ان انا ببعد شويه عن حياتي الشخصيه، يعني حتى في البيت انا وقت ما بصور كل حاجه يعني بيتي عمرو وحمزه حاجه والسوشيال ميديا حاجه تانية. انا بطلع على السوشيال ميديا بتكلم عني وعن الريفيوز اللي بعملها وعن علاقتي بالبنات وبابايهم بتكلم معاهم، حاسه لو يعني لو عمرو طلع معايا فبيطلع معايا حاجات بسيطه، وحمزه نفس الكلام، فحاسه ان انا لا عايزه افصل ما بين الاثنين. وعمرو بيطلع معاكي في الفيديوز جوزك؟ يعني بطلعه معايا بالعافيه. بالاجبار. طيب خليني اسالك عن كل واحد بيبقى عنده
انا مذيعه عندي مش مواهب طبعا ما عنديش مواهب بس عندي شغف ان انا ادرس الاخراج نفسي ابقى مخرجه قوي انت عندك شغف او عندك موهبة تانية او نفسك تدرسي تكملي في حاجه تانية ولا لا انت مكتفيه باللي انت فيه؟ هو انا مكتفيه باللي انا فيه عشان حاسه ان انا ما عنديش وقت اعمل حاجه تانية اصلا بس انا طول حياتي زي ما قلت لك انا بحب الكتابه قوي وكنت كاتبه كذا نوع يعني ممكن نشوف كتاب قريب لمنا ممكن جدا بجد طب هيبقى عن ايه او يعني نفسك تكتبي عن ايه انا بحب قوي الحاجات اللي عن يعني سايكو الحاجات اللي في النفسيه اللي هو الحاجات اللي جوه الشخص اللي بيفكر فيها انا بحب الحاجات النفسيه قوي كده فحتى النوفل اللي كنت كاتباها كانت كلها سايكو يعني كلها امراض نفسيه حاجات قريتها يعني درستها كويس قوي ممكن من خلال بقى كمان مش هقول طبعا يعني احنا كلنا مرضى نفسيين خلينا نبقى متفقين لكن قصدي من خلال العلاقات صاحبتك حد قرايبك حد قال لك حاجه حد حكى لك حاجه اكيد بتدوني برضه وبتكتبي الحاجات دي وكميه كميه الحاجات اللي انا بقرا عنها يعني انا طول الوقت كتب وريسيرش وحاجات كتير فانا معلومات والثقافه كتير فده اللي بيخليكي تعرفي تكتبي اكتر وطبعا العلاقات اللي حواليكي طبعا بيبقى سبب كبير قوي انت تكتبي كتاب ونور تمثل وانا اجي اخرجه انا موافقه جدا بس خلاص احنا كده عملنا الكرو بتاع يعني لا بجد اصل كمان نور انا شفت لها مسلسل اخير كان اسمه انا اسفه طبعا ان انا مش متذكره بس انا كنت متابعاه كان مع الفنانه هبه مجدي مش فاكره طبعا مش متذكره ايه 55 مشكله 55 ايوه بالظبط عايشه بفرحه عايشه بفرحه أيوة. برافو عليك المسلسل كان فعلا حلو مش فكره امراض نفسيه هو فيه بيعرض مشاكل برضو في المجتمع الفنانه هبه مجدي ان هي حصل لها مشكله الناس او المجتمع اللي حواليها كان بيساندها ازاي بالزبط. كانت نور اخت الفنانه هبه مجدي وكانت بتدعمها بشكل كبير جدا فانا برضو بحب من نوعيه الحكايات دي طبعا. نور بتدعمك ولا انت اللي بتدعميها في الحياه احنا الاثنين بندعم بعض يعني هي بتدعمني في حته السوشيال ميديا وبتشجعني على طول وطبعا بتشجعني على حمزه تستغليها ولا لا من ناحيه ايه تطلعي تقولي لها تعالي معايا فيديوز نعمل فيوز اكتر لا 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 انا بالنسبه لي مش واخده السوشيال ميديا كده خالص يعني انا مبسوطه بالفولورز اللي عندي بالبنات اللي عندي وحاسه ان انا مش محتاجه اعمل حاجات مبالغ فيها او حاجات فيك او مش حقيقيه شويه عشان اكسب فيوز او كده لا بالعكس خالص ربنا يوفقك وتعملي حاجات فيديوز اكتر واكتر واكتر وحمزه يكبر وتفرحي بيه ان شاء الله ونشوفكم فيديوز برضو مع بعض يلا بينا ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا منى ايهاب الانفلونسر والبلوجر وكل حاجه حلوه في الدنيا ميرسي نورتينا يا منى ميرسي شكرا ميرسي طيب احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا فهو هن خلونا نطلع لفاصل ونرجع على طول نكمل باقي فقراتنا رجعنا لكم مرة تانية فوق هنا وبمناسبة دخولنا على سنة جديدة طبعا ناس كتير قوي بتحب تغير في الستايل بتاعها فدلوقتي هنتكلم في فقرتنا عن ازاي الواحدة تقدر تنسق لبسها الشتوي بطرق مختلفة وكمان ايه اللوكس اللي ممكن تلبسها في راس السنة والكريسماس مع ضيفتي المنورة النهاردة الستايلست مايا شعراوي مايا ازيك اهلا بيكي انا الحمد لله انت عاملة ايه الحمد لله خلينا نبدأ معاكي من بدايتك في الفاشن فيلد بصي هو الموضوع بدأ من وانا صغيرة انا من وانا صغيرة كان نفسي ابقى فاشن ديزاينر اوكي موضوع تطور كنت بسكتش دريسز كنت بحب دايما ارسم والون بس لما جيت دخلت الجامعة دخلت فيه تاني خالص دخلت ميجر مانجمنت وتخصصت ماركتنج وفاينانس في ديوسي اوكي بس لكن ماي باشن فضل جوايا كنت دايما اول ما دخلت الجامعة بحب ان انا خلاص انا كبرت لازم البس شيك وانسق الالوان مع بعض كان دايما عندي الحته دي ان انا بحب يعني اطقم الحاجات اللي هي لايقه على بعض ودايما كانت مامتي تقعد تسالني ده لايق ده مش لايق فحسيت ان انا لا انا بحب ان انا البس مش عشان امبرس اني ون بس امبرس ماي سيلف انا حابه ان انا يبقى شكلي حلو وجميل تلبسي حلو عشان نفسك مش عشان حد تاني بالظبط طب توصفي الستايل بتاعك بايه فيمينين كيوت وشيك اوكي طيب انا بشوف بصراحه ان تنسيق لبس الشتاء بيبقى اصعب بكتير من لبس الصيف انت بتشوفي كده برضو بصي هو مش صعب على قد ما تعرفي ايه الاوكيجن او ايه الايفنت اللي انت رايحه له فتعرفي ايه البيسز اللي انت محتاجه تلبسيها ف يعني مثلا تشوفي كام لاير مثلا محتاجه تلبسيه بحيث يبان
شيك. ما هو الليرنج اللي هو الفس كذا طبقه فوق بعض ده مش اي حد يعرف يظبطها صح. بالظبط. فهي دي النقطه هنتكلم طبعا فيها اكيد. وبس في الاول خلينا نتكلم عن البيزكس، الحاجات الاساسيه لازم تكون موجوده في دولاب البنت في الشتاء. اوكي، انا شايفه انه البيزكس لازم يبقى عندنا هاي كولز اتليست الاسود والابيض. يعني فور اكزامبل عندنا البيزك الابيض ده انا حاسه ان هو بيبقى براكتيكال قوي عشان يتلبس تحت اي جاكيتس اي كوتس، ده بيبقى عملي جدا. وبرده الاسود تمام. حاجه كمان بحس ان هي بحس انها مهمه جدا الكوتس. الكوتس بتبقى بتدي شياكه ودفى في نفس الوقت في الشتاء، فاهم لون يبقى عندنا الاسود لان هو الجوكر طبعا. بالزبط. اسود وابيض وبيج النيوترلز الالوان بالظبط اللي هي بتليق قوي في الشتاء. ممكن برضو الهوديز لان هي دي بتبقى كاجوال، فمعانا هنا هودي ده لبس الجامعه بقى. ده حاجه بقى مشوار الصبح، حاجه بعد الظهر مع صحاب، فده بيبقى يعني براكتيكال عملي وكمفي وفي نفس الوقت بيدفي. بس فانا بصراحه بشوف ان دي حاجات بتبقى اساسيات في دولاب اي بنت في الشتاء. طبعا الشتاء يعني جلد. بس الناس بقى كتير ما بتعرفش ازاي تشيل اللبس الشتوي الجلد بالذات في الصيف عشان تحافظ عليه. ازاي احافظ على الجلد ايا كان بقى، بنطلون جاكيت؟ انا عن نفسي هو الجلد الصناعي بيبقى ليه فتره معينه او عمر افتراضي وغصبا عنك هتقشر. فانا بريكمند بصراحه ان احنا لو هنجيب حاجه نجيب جلد طبيعي او يبقى اتليست الميكس بتاعه الجلد الطبيعي اكتر من الجلد الصناعي. وطريقه تخزينه انا عن نفسي انا بحط عليه زي بلاستيك او مشمع في الدولاب عشان يحفظه اكتر من الرطوبه او التراب. بس معروف انه ايه ما ينفعش خالص خالص نحطه في تحت مثلا في شنط بنخزن في شنط، ما ينفعش عشان نحطه حته مكتومه عشان كده بتلاقوه متقشر، فلازم دايما يكون متعرض لهواء. بالظبط. ورينا معانا ايه تاني. طيب انا كنت مجهزه اوتفيت للشغل في الشتاء، حاجه تبقى يونيك وفي نفس الوقت بروفيشنال. بالظبط. فهنا معانا قميص ابيض منقط في بيبي بلو كده وعليه الفست بتاعه. اوكي، فحبيت التنسيق بتاع الالوان دي عشان الفست فيه منه في القميص. وممكن والفست طبعا طلع موضه جدا يعني جدا في الشتاء بالذات بيدي اناقه. قلت بقى فور تشينج نلبس عليه البنطلون الجلد. البنطلون الجلد كمان الاسود فيه منه في القميص نفسه. على بوت هيبقى شكله تحفه، بس في نفس الوقت ده هيبقى خفيف قوي، فهنلبس عليهم الكوت الاسود. بالظبط كده. فده هيبقى طقم فورمال وفي نفس الوقت شيك وبيدفي. قولي لنا طقم كده ممكن نلاير ايه، نلبس طبقات ايه مثلا تحت الكوت؟ عايز البس كذا طبقه. اوكي، ايه افكار بقى؟ هو انا زي ما انا قلت ممكن قميص على فيست على الكوت، وممكن قميص على بلوفر بقى مش فيست على الكوت برضو. وممكن برضو البيزكس في شيرتس عامه اللي هي الشتوي الاوفر سايز بتبقى واسعه تتلبس برضو على شميز وبولوفر، يعني في بيلبسوا طبقات كتيره قوي. بس السويت شيرتس او كده بتبقى مور كاجوال، مش بتلبس تحت الكوتس قوي عشان الكوتس بتديكي ايحاء انه فورمال اكتر. اوكي، صح بالظبط. فبينفع عليها اكتر البلوفرز القمصان البيزكس السوف دي. ايه بقى الالوان الموضه في شتاء 24؟ بصي الالوان اللي معروف بيها الشتاء قوي ومكمله معانا على طول النيوترلز، النود، البيجات، درجات البنيات كلها، الجملي، وطالع كمان ترند قوي السنه دي النبيتي والزيتي والأحمر. دول دول تحفه. وكده كده طبعا الاسود والابيض دول جوكر معانا صيف شتاء اكيد. بس فحاجه ممكن تبقى ترندي قوي الكارديجنز، وده لون برضو الكروشيه بالذات ورم كده، فده ممكن يتلبس بقى تحتيه البيزك الابيض ده طبعا من غير السكارف، تحتيه وتحتيه مثلا جينز، بنطلون، ممكن درجه البينك دي الكابوي بوتس كمان. بالظبط. ف
اللون ده طالع ترندي قوي في الشتاء، وكمان ممكن نلبس نطقم عليه سكارف من فوق هيبقى شكله لذيذ قوي. بشوف بقى الكولر كومبو اللي انا بحبه قوي، الجراي مع الاحمر او النبيتي دلوقتي طالع حلو قوي. الجراي بقى من الالوان اللي طالعه ترندي الشتاء ده بالظبط. الجراي بيتلبس كتير قوي في الشتاء مع النود كولرز عشان هو نيوترال وبيليق على كذا حاجه فبيبقى لذيذ قوي. طب عايزين نتكلم شويه عن اطقم النيو يير. تعرف الناس طبعا كتير بتحتفل وكده، فانت بتشوفي ايه احسن حاجه تتلبس في اليوم ده؟ بحس ان احنا ممكن نلجا لحاجه تبقى فيمينين شويه، فممكن نلبس دريس كده لذيذ على كولون وبوت. فمعانا هنا هو جاس نبيتي سيمبل قوي، وفي زي البلت بتاعه ممكن يتضيق من النص ممكن بقى يتلبس تحتيه كولون اسود على بوت اسود والكوت الاسود، هيبقى طقم حلو جدا. وفي نفس الوقت اجواء الكريسماس بتحب الالوانات الاحمر فده هيبقى ذا بيرفكت ماتش. بس زي ما قلت كده في البدايه انه ستات كتير مع بدايه السنه بتحب كده تغير من نفسها وتغير الستايل بتاعها. ايه بقى بتنصحي بايه ممكن نعمله في الستايل بتاعنا بسيط يغير يحسسنا انا عملت نيو لوك؟ بشوف بصراحة انه الحاجة اللي ممكن تدي تاتش، يعني حتى لو هي بيس عندي بستخدمها لحاجة واحدة، لا انا ممكن استخدمها في اطقم تانية بس بطرق مختلفة عشان تديني ريزلت حلوة. فانا ممكن اقعد سكارف زي دي مثلا، سكارف زي دي على البيزك الابيض، والبس مثلا عليها الجاكيت الفرو البيج ده هيبقى كومبو تحفة، خصوصا اصلا ان الفرو طالع ترند قوي الشتا ده، ده بقاله كذا سنه بالظبط مكمل معانا. فالفرو لا غنى عنه طبعا وبس. فحتى كمان اللون بتاع الجاكيت في منه في السكارف، فبشوف ان السكارفز هي بتودي الطقم في حته تانية. كمان الشيلان حلوه، السكارفز اللي كمان طالعه موضه قوي الكبيره دي اللي بيلفوها بالظبط بطريقه بيبقى شكلها حلو قوي، الوان اخضر واورنج كله بس. وحاجات حاجه كمان البلتس مثلا، على لو انا لابسه فستان وملوش وسط انا ممكن احدد الوسط بتاعه بحزام سيمبل هيودي الاوتفيت في حته تانية. لبس الشتا طبعا معروف ان هو بيتخن، او معرفش دي نظريه تقريبا عند معظم الستات، فازاي نقدر نلبس بشكل يعني نلبس حاجات تناسب جسمنا فما يبانش ان انا شكلي تخنان؟ بحس ان احنا ممكن ان نمشي في موضوع الريسيرش شويه، يعني مش ريسيرش بس بمعنى بودي شيب، اعرف البودي شيب بتاع جسمي، وده يعني سهل قوي. يعني انت ممكن تدخلي على اي ويب سايت تدخلي الهايت بتاعك والويت اعرفك البودي شيبس، يعني مثلا في البير في الاور جلاس، ف بناء على كده بتعرفي ايه. طب بتنصحي لكل شيب لايه مثلا؟ يعني مثلا الكوتس الطويله دي بتليق مع انهي شيب اكتر؟ الجاكيتس زي اللي انت قلتي ده الفرو يليق مع انهي جسم اكتر؟ يعني ده برضو اكيد بيتخن. والبافرز يعني عندنا موديلات كتيره قوي فقولي لي كده ايه اللي يناسب انهي شيب. بحس مثلا السكيرتس الطويله بتليق على البنات الطويله اكتر، ده مش معنى ان البنات القصيره ما تلبسهاش، بالعكس هي اصلا بتدي طول بس بحسها اتفتس للبنات الطويله. مثلا البنطلون الفلير طالع موضه قوي السنه دي، مع انهي بقى بودي شيب؟ لان مع انهي بودي شيب بحس اللي هو مع الاور جلاس، البودي شيب مع الفلير بانس بيدي طول، خصوصا كمان لو البنت مش طويله قوي فانا عامه بلبسه كتير لا وبيدي شيك. بس السواتشيرتس الاوفر سايزد، الهوديز الاوفر سايزد تليق مع انهي جسم اكتر؟ دي بحس انها بتليق، يعني سنس انها واسعه فجوكر بتليق مع اي حد عادي، حتى لو البنت قصيره او طويله عادي تمشي مع الاثنين بتفيتس كل البادي تايبس. بس كده نتكلم بقى عن الجزم شويه والبوتس وكده. طبعا الكاوي بوتس مكمله معانا بقى لها سنتين صيف شتا، لقيت الناس كمان بتلبسها في الصيف. الوانهم ايه بقى؟ دايما بتبقى بيزكس شويه، اسود بني، البني بتبقى حلوه قوي، والبيج بكل درجاته. فمتهيالي دي بتبقى اكتر حاجات بتماتش اي اوتفيت انت لابساه، ما مش بتقيدك لحاجه معينه. الميتاليكس بقى طالع دلوقتي، الميتاليكس موضه جدا، السيلفر شفت البوتس
سيلفر وبينك الميتاليك وكل ده هو حلو قوي. شايفه ان دي بيس لازم حد يجيبها ولا دي بتبقى حاجه ستيتمنت مش لازم دايما تكون موجوده في دولاب اي بنت؟ هي حلوه بس مش بحس انها حاجه من الاساسيات. يعني عادي ممكن نقدر نستغنى عنها بس اتليست عندنا الحاجات اللي ممكن تليق على الاوتفيتس اللي عندنا الاسود البيج البني، لكن الحاجات دي بتبقى بيس بتبقى مقيداكي الاوتفيت معين هتلبسيه وخلاص كده. كل فتره طبعا عندنا ترند معين، فالترند قوي السيزن ده الاجز رجع تاني. بس انا بشوف ان الاجز يعني هتنتهي برضو مدتها تاني زي ما انتهت قبل كده. بس انا حباها، انا عايزه اجيبها. انت بقى بتشوفي حد يجيبها اساسي مادام هي طالعه موضه، ولا بتشوفي انه ما ننساقش ورا الموضه دايما؟ مش دايما الموضه بتكمل زي ما انت قلتي. بس هي الاجز بحد ذاتها هي ستايل لذيذ بس مش دايما بتليق، يعني هي مور كاجوال، مش دايما هتليق معاكي على الايفنتس المهمه. فما فيش مشكله لو جبنا مثلا واحده اتنين ماكسيمم، ما نكترش قوي منها ان هي برضو ليها خروجات الصبح. مش هتبقى معاكي في كل الحاجات. الاوتفيتس المريحه بنشوفهم لابسين على الترينينجز الحاجات اللاونج وير شكلها لذيذ قوي وبتدفي كمان فحلوه قوي. عندنا ايه تاني؟ في لبس انا بحب قوي بقى اعرف انت تحبي ازاي تستايل لبس صيفي في الشتاء، زي مثلا فستان سلك حرير او سكيرت سلك، تلبسيها ازاي في الشتاء؟ لو سكيرت سلك انا ممكن البسها والبس تحتيها مثلا كولون. من فوق بقى هنلبس ممكن يعني مثلا فور اكزامبل لو هي لونها بينك ممكن نلبس بيزك ابيض او اسود. وممكن عليها بقى كوت حلو طويل شيك كده. فلا يعني عادي ما فيهاش مشكله طالما انت عرفتي هتلبسي لها ايه تخليها تفت في الموضه بتاعت الشتاء. بس اكسسوارز الشتاء بقى، يعني احنا معظم الوقت لابسين سكارفز ولابسين هاي نكس، فايه الاكسسوارز اللي ممكن بقى تغير في شكل الاوتفيت شويه؟ زي ما انت قلتي الشيلان كمان حلوه قوي، كمان السكارفز و بيلتس برضو زي ما قلت لك، ممكن كمان الجلوفز بس مش دايما الناس بتلبسها. نركز على الايرنجز والهيد باندز والايس كابس كمان حلوه قوي. الايس كابس الصبح لما الجو يكون برد. ما انت نورتيني النهارده، شكرا. ميرسي قوي، بنورك. ثانك يو. خلونا بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هو وهن. لما نفسنا كده بتكون مفتوحه في الشتاء ساعات كده بنقوم نعمل اكله حلوه. ساعات الاكل ممكن يكون حلو بس مش اكيد ان الاكل يطلع صحي، لازم نكون متارجتين ان احنا نعمل اكلات صحيه عشان كمان ولادنا. النهارده هنعمل اكلات جميله جدا جدا مع ضيفتي اللي منورانا تيولين البري استشاري التغذيه. اهلا بيكي منورانا. اهلا بيك حبيبتي. ساعات الحمد لله ساعات بيبقى عندنا الشغف كده في الشتاء ان احنا نقوم نعمل اكل حلو جدا، ممكن يكون مضر وممكن يكون حاجات كتير مش ما فيهاش عناصر غذائيه، بس ممكن نركز ونعمل اكلات صحيه جدا جدا جدا. صح. وليه النهارده اخترتي الاكله الجميله اللي فيها كل العناصر دي، وايه اقتراحات اللي احنا ممكن نعملها تاني بعد الوصفات دي واحنا كده بنتكلم؟ طيب احنا النهارده عاملين وجبتين، هما ممكن يتاكلوا مع بعض ممكن يتاكلوا لوحديهم، كل واحد فيهم فيه عناصر غذائيه المطلوبه. وفي نفس الوقت هما حلوين جدا في الشتاء لانه يعني الناس بتحب تاكل بطاطس في الشتاء بيسعفوا لانه بتتعمل سريعا وسرعه جدا، ما بياخدوش تقريبا اكتر من ربع ساعه. جميل جدا. فاحنا هنعمل النهارده البيكت بوتيتو اللي هي البطاطس المخبوزه في الفرن وبتبقى جواها فيلينجز حاجات كلها صحيه. وهنعمل الفراخ اللي هي لو كارب اللي هي تعتبر ما فيهاش كربوهيدرات كتير وفي نفس الوقت فيها بروتين عالي. جميل جدا. يلا نقول المقادير في الحاجتين اللي هنعملهم وبعد كده نبدا بقى كلامنا مع بعض. تمام. احنا الاول حاجه هنبدا بالفراخ. عندنا جايبين صدور فراخ متقطعه مش رفيعه قوي ولا تخينه عشان تستوي معانا حلو، ومعاها الموتزاريلا بتاعتنا، وده ده بيف بيكن اللي هو اللحمه بس بتبقى لا هي معموله بروسيست مش مصنعه، بتبقى لحم صافي. ده بالنسبه للبيكت بوتيتو. وعندنا الملح، التوابل بتاعتنا عندنا الاونيون وعندنا الجارليك وعندنا روزماري وبابريكا والفلفل. حلو قوي. والصلصه وساور كريم وجبنه بارميجان. تمام. هنبدا بالفراخ. اول حاجه هنبدا ان احنا نتبل الفراخ بتاعتنا عشان هتاخد لها الاول. طب ايه في مقادير ثانيه هنقولها؟ لا تمام، هم دول الاثنين بتوع البطاطس وبتاعه الفراخ. احنا هنبدا الاول دلوقتي بالفراخ الاول. طب يلا. ف
فهناخد الفراخ بتاعتنا هنحطها ونبتدي نتبلها عشان نشويها عندنا على الطاسه. نفتح بقى الطاسه كده عشان نبتدي نسخنها. بس ايه نطلع الفراخ نحطها بقى الاول. لازم الفراخ دايما اي حاجه بتتحط على الفرن لازم تاخد التشه بتاعتها. بيقول لك ما انا دايما اقول كده، الصدمه دي بتخلي الاكل حلو وبتقفل الانسجه بتاعت سواء الفراخ او اللحمه، فما بتخليش الميه اللي شكلها كده ان انت تحس ان الاكل مش هيطلع حلو. فالصدمه دي مهمه جدا جدا في البدايه ان احنا نسخن الطاسه ونحط الفراخ او اللحمه على طول. بالظبط. فاحنا دلوقتي بقى نبتدي نتبل الفراخ بتاعتنا. نتبل كل ناحيه الاول كويس، وبعدين نقلبها الناحيه الثانيه ونتبلها بالتتبيله بنفس الطريقه بنفس التوابل. الفراخ طبعا يعني اي بروتين بالنسبه لنا مهم جدا في الشتاء. يعني بدي شويه بس تهدى علشان البروتين اخر حاجه بتتحرق في جسمنا. فاحنا لما بنيجي ناكل افيد حاجه لينا لعضلاتنا هي البروتين، واخر حاجه خالص بتتحرق هي البروتين. فبتخليكي شبعانه لوقت اطول، وفي نفس الوقت ما بتزودكيش في الدهون وما بتخنكيش. فدي اهم حاجه دي اهم حاجه. ناس كتير قوي بتحافظ على وزنها وبتبقى خايفه جدا جدا، وللاسف في بعض الاطباء دلوقتي في اي مواضيع خاصه بالدايت او بالحميات الغذائيه اللي ممكن يكتبوها لاي حد او باي بروتوكول خاص بالدايت بيعتمد كله على الحرمان، واحنا بنحاول ان احنا بنحاول ان احنا نشوف طرق تانية. ودلوقتي العلم والطب تطور بشكل كبير جدا، بقى فيه انظمه كتير غذائيه وممكن نعمل دايت بشكل كبير من غير ما نحرم نفسنا من الاكل. الاعتقاد بان احنا لازم نتحرم من الاكل عشان نعرف نخس ده اعتقاد خاطئ للاسف. كان زمان كان موجود، وكنت دايما تروحي للدكتور جداً زمان جدا جدا زمان كنت ممكن تروحي للدكتور يديكي ورقه، الورقه دي مطبوعه، وهي على فكره مش ورقه غلط خالص برضو ستيل عشان الناس بس البروتوكول خاص بيه هو بالظبط. وفي نفس الوقت هي اعتقاد خاطئ علشان خاطر هو مش لازم واحد يتحرم من الاكل. مش لازم تبقي انت حارمه نفسك من كل حاجه لمجرد ان انت تخسي، بالعكس انت ممكن تاكلي كل حاجه بس بقى الاكل بتاعك مفيد وصحي. ده برضو من الحاجات المهمه جدا جدا. وعايزه اقول لكم دايما انا بقول ان الاكل ده بيبقى فن. احنا شايفين مجموعه من المقادير دلوقتي احنا قلناها، ومجموعه من العناصر اللي ممكن تكون في اي بيت احنا ممكن نستبدلها بحاجات ثانيه. يعني لو ما عندكيش مثلا اللحمه القطع الصغيره ممكن نستبدلها بحاجات تانية. ممكن مع البصل الاخضر الحلو اللي احنا حطيناه هنحطه في البوتيتو او في الفراخ، ممكن نحط فلفل الوان، فلفل سبايسي، نحط جزر، نحط حاجات كتير بالزبط. قوي ده برضو بيمدنا بالطاقه خصوصا في الشتاء وفي التلج اللي احنا فيه. بالظبط كده. هي الواحد اكتر، انت عارفه ان احنا ليه بناكل اكتر في الشتاء ولا لا؟ عشان بنجوع اكتر عشان السقعه. بالظبط. هي فكره جسمنا ان احنا الجسم بيحرق اكتر سعرات حراريه طبعاً. اكتر في الشتاء لانه اول حاجه خليكي تحرقي سعرات حراريه الاحساس بتاع اللي هي الرعشه البروده بتاعت الشتاء. فلما تبقي انت ساقعانه وبتترعشي ده بيولد طاقه في الجسم عشان يخليكي تتدفي، فده بيحرق سعرات حراريه اكتر. احنا عايزين نقول للناس الكلام ده عشان عارفه الكلام ده، انا فطرت ثلاث مرات لحد دلوقتي. حلو بقى. ايه اهي اهي عملت برده بتاعتنا اللذيذه الصوت بتاعها اللي يبين ان الطاسه اتسخنت. فطبعا المقابل بقى ان انت بتحاولي في الشتاء تظبطي اكلك، وانس ان انت ظبطتي الاكل بتاعك بتبداي تحرقي اكتر من الصيف. يعني الواحد دايما ممكن يقدر يخس اكتر في الصيف في الشتاء عن الصيف. ليه؟ علشان القصه اللي بقول لك عليها دي. طيب انا بما ان حضرتك طبعا استشاري التغذيه، فانا عايزه استغل النهارده كل دقيقه من الفقره ونسال حاجات مهمه جدا لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده، ونتكلم شويه عن الدايت بقى. الاكل ساعات بيخلينا ان احنا مش عارفين نعمل دايت. كل كلامنا في سواء مثلا مع الاصحاب، مع الاهل، في الشارع، في الشغل، عن الاكل، هنروح ناكل فين، هنتقابل عشان ناكل فين، ده ما اعرفش مين بيعمل اكل حلو. فكل تجمعاتنا وكل كلامنا دلوقتي بقى عن الاكلات، او التجمع هيكون في مطعم عشان ناكل. ازاي اعمل موازنه ان انا برضو اكل اكل صحي وابقى شبعانه واعمل دايت وما احرمش نفسي من اي اكلات؟ شوفي معادلة، يعني عايزة ايه؟ عايزة اربعة دكاترة مع بعض. هي معادلة مش صعبة لو الواحد قدر ان هو يفكر فيها بطريقة مختلفة. انا دلوقتي خارجة مع ناس صحابي، هبتدي افكر انا خارجة فين؟ لو انا المكان اللي انا خارجة فيه ده فيه اساسيات اكل تقدر ان انا اقدر اخدها كهيلثي لايف ستايل، زي بقى مشاوي زي كده، هقدر وقتها همشي على الدايت بلان ومش هتأذي ومش هبقى متضايقة.
بس هي الفكره في ان انت هي المكان هيليد يو ان انت تاكلي حاجات مش صحيه. بس كل تجمعاتنا دلوقتي بقت في كافيهات بقت في مطاعم كل كلها صدقيني كلهم عندهم حاجات مشويه. ما انا فاهمه بس هقول لك ساعات انا ببقى يعني ما هي مشويه بس المشويه ده بينزل معاه مثلا ماش بوتيتو بينزل معاه رايس بينزل معاه مكرونه. عايزه اقول لك انا ساعات ببقى نازله مش مترجته ان انا هاكل الاقي اصحابي فتحوا نفسي جوزي ياكل بنتي تطلب اكل مش عارفه مين وبدأتي عايزه تاكلي طبعا اكيد هبص لهم فساعات عارفه التجمع ده بيخليكي ايه لا تكسري بقى القرار وتكسري خلاص الخطوات اللي انت قلتي هعملها وخلاص وتاكلي. فازاي ان انا يعني اعمل معادله كده وموازنه ان انا اعمل دايت وما اكلش اكل يتخن؟ هقول لك في الحاله دي اللي تقدري تعمليه ان انت وانت في المكان هتشوفي ايه الاوبشنز اللي قدامك وهتبداي تلمتي الاوبشنز بتاعه الاكل اللي مش صحي. يعني مثلا فور اكزامبل انت نزلتي في مكان لقيتي فيه ان الاكل اللي موجود دلوقتي ده اكل مثلا فيه حاجات دايت وتشيز اللي هي ايه مثلا حاجات مشويه. فهتيجي هتروحي طالبه الحاجات المشويه وقصادها انت محتاجه تطلبي حاجه معاها مثلا رز ماش بوتيتوز اي حاجه من الحاجات دي. هتاخدي اقل حاجه او اقل كميه ممكنه من الكاربز اللي هتقدري تاكليها. ليه؟ لان انت الكربوهيدرات بره البيت مش مضمونه، ممكن تكون معموله بالزبده، ممكن تكون محطوط فيها حاجات كتيره قوي مش صحيه، هتبقى مختلفه على التوقع اللي انا حاطه. لكن الحاجه الوحيده اللي انت هتقدري تعتمدي ان هي معموله صحيه هي البروتين. فهتبقي انت بتاكلي اهم حاجه بالنسبه لك في وجبتك هي البروتين، بعد البروتين على طول تقدري تاكلي اي حاجه فيها مثلا خضار سلطه، اندن اخر حاجه خالص تقدري تاخدي هي الكربوهيدرات. فانت كده حرمتيش نفسك في نفس الوقت اكلتي اللي انت عايز تاكليه مع اهلك او مع اصحابك او مع عيلتك وما بوظتيش الاكل ما بوظتيش الدايت بلان بتاعتك. طيب انا شايفه قدامي ان احنا نستخدم عصير طماطم في الـ 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 الاكل اللي احنا هنعملها يا سلطه الفراخ. طب قولي لي، في ناس كتير الصراحه انا ما بفضلش الطماطم، يعني انا من الناس اللي بحب الاكل قوي الخضار وبحب الالوان جدا جدا جدا، دايما لما بعمل طبق سلطه او مثلا بعمل اي حاجه بغير اللون الاحمر ده بفلفل الوان على طول احمر. هي مفيده جدا طبعا مفيده، بس انا ما بحبش الطماطم في الاكل يعني الا في صلصه المكرونه. لو انا عايزه استبدل بقى الطماطم دي مع الفراخ هنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن تستخدمي فلفل برضو ملون فلفل الوان وتضربيه في الخلاط وتستخدميه يديكي نفس اللون ويديكي تقريبا نفس الطعم، الا لو انت حابه ان انت تديها نفس الطعم قوي تضيف لها معلقه صلصه صغيره ونحاول نستخدم الصلصات اللي هي ما تبقاش فيها حاجات مصنعه كتير ومواد حافظه بالظبط. ممكن في وسطها وانت بتخلطيها في الخلاط ممكن تستخدمي معاها برضو طماطمية صغيرة مش هتحسي بطعمها في وسط الاكل عشان بس تدي الايحاء بتاع الطعم اللي احنا عايزين نعمله مع التوابل طبعا الملح والفلفل والبهارات. هنزود التابلكا برضو هيدي اللون الاحمر شوية بالظبط كده. انا من الناس الصراحة اللي ما بحبش خالص يعني ايه الطماطم ما بحبهاش قوي واضحة في الاكل، يعني بحب ما بينهاش خصوصا مع الحاجات اللي تبقى واضحه قوي زي الفراخ. اوكي يعني فمسقعه ممكن هيبقى كده كده فيها مش باينه من باينة. التوابل والحاجات لكن الحاجات زي اللحمه والفراخ ببقى عايزه ان انا استمتع بطعمها وفيها توابل بس. ممكن تستخدمي توابل كتير فيها يعني ممكن تبقي بتغني عن طعمها بالتوابل، يعني التوابل كده كده معانا ما فيهاش لا بقى فاتس ولا فيها كربوهيدرات ولا فيها اي حاجه تاذي، فكده كده التوابل معانا بكل انواعها ما فيهاش مشكله خالص. طيب ممكن نستبدل الفراخ بلحمه هنا في الوجبه اللي احنا نعملها او الاكله دي، بس هتبقى لحمه بقى طبعا لو فات وما فيهاش ما فيهاش دهون كتيره على الاطراف. يعني لو عايزين نستخدم مثلا ستيك هنضطر ان احنا نشيل الفاتس اللي فيها. لو هنستخدم مثلا لحمه زي البوفتيك هناخد البوفتيك بس لازم نبقى بندقينه كويس قوي عشان يستوي معاكي بسرعه وما ياخدش وقت كتير على النار. بس هو اتس ذا سيم بروتين انتيك اللي انت هتاخديه، هو نفس اللي في الفراخ وهو نفس اللي في اللحمه، فهيديكي نفس الطعم هيديكي نفس النتيجه في الاخر. بس المهم قوي ان انا اخد بالي من قطعيه اللحمه عشان اشيل كل الدهون او الفاتس اللي ممكن تضرني بعد كده. بالظبط كده. ساعات الشتاء بيخليك ان انت ما عندكيش كنترول كده في الاكل، يعني انا زي النهارده كده فطرت 3 مرات لحد دلوقتي ولسه مكمله. فساعات الكنترول او مثلا انا ما ببقاش عندي ان انا اتحكم في نفسي، ببقى جعانه وبعدين تشربي حاجات كتير قوي، بعد ما بتشربي بتجوعي، بعد ما بتجوعي مش تقول انا لسه هروح اتغدى. فساعات الشتاء وده اكيد يعني مع ناس كتير قوي بيخليكي اوت اوف كنترول في الاكل. ازاي انا اقدر اتحكم في الموضوع ده؟ وازاي بما انك استشاري تغذيه ان انا كمان اكل اكله ولما اكل الاكله دي ابقى شبعانه خلاص بقى تشبعني طول اليوم؟ اكتر اكلات هتقدر تشبعك في الشتاء وتدفيكي وفي نفس الوقت تحسسك ان انت شبعتي لفتره اطول هي البروتين، ده اول حاجه. واللي بعدها على طول اي حاجه فيها فايبر عالي
زي ايه؟ زي مثلا عندك الحاجات الاوتس، الاوتس هي تعتبر فايبر وكربوهيدرات نظيفه، فممكن تقدري تاكلي اوتس هتغذيكي في نفس الوقت مش هتخنك وهتقعدك فتره طويله من غير ما تاكلي. زي الاوتس العاديه بنعمل حاجه اسمها الاوتس اللي هي الاوفر نايت، بتتعمل من بالليل، بتتحط الاوتس معاها لبن سكيمد ميلك، تحط عليها معلقه عسل، ممكن تحطي عليها شيا سيدز، وتحطي عليها مثلا قرفه ودخليها الثلاجه وتقعديها لتاني يوم. تاني يوم تاكليها، ممكن تتعمل بنفس الفيرجن بالظبط بس تبقى سخنه على النار، تحطيها بميه وبعدين تزودي عليها حبه لبن سكيمد، وتحطي عليها برده معلقه عسل، قرفه، كل الكلام ده. فده لما بتتعمل اولا بتشبع جدا، ثانيا هي فايبر فهي بتتنفش في البطن فبتشبعك كده. واحنا بنتكلم عشان ما نجوعش اكتر من كده، وانا عايزه نفسي اتفتحت. احنا طلعنا الفراخ عشان بس ان يعني يبقوا هم فاهمين، احنا طلعنا سويناها اخدناها وش على الناحيتين بحيث ان هي تاخد معانا اللون، اللون بس عايزه اقول لكم ان احنا حطيناها دلوقتي اثناء الفقره واحنا شغالين دقيقتين يعني عشان عملنا الطاسه او سخنا الطاسه قوي. بصوا طلع اللون ازاي، يعني هي حتى يغنيكي ان انت تحطيها مره ثانيه على النار ولا اي حاجه. خلاص هي بس انا دلوقتي هجهزها بحيث ان هي لما تدخل الفرن تبقى اوريدي اخذت اللون بتاعها والتسويه كامله كومبليتلي والجبنه ساحت معانا. فدلوقتي بقى احنا هنحط عليها الصلصه، تحط حاجه بسيطه قوي من الصلصه بتاعتنا. احنا كده كده اوريدي متبلينها بس استيل هنحط على الصلصه حبه برضو ايه تتبيله كده بسيطه. مهم قوي 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 ان احنا ننظم نفسنا في الشتاء وننظم وقتنا مع الاكل، خصوصا ان احنا ساعات بيبقى اولادنا جايين من المدرسه مش عارفين نعمل لهم اكل ايه، بنبقى عايزين وجبات كده سهله وبسيطه وفي نفس الوقت بسرعه وتبقى مفيده ليهم. مفيده ليهم لان ده بيبقى عارفه الاولاد بيطلعوا من المدرسه ولو معاهم اكل في الشنطه الفتره اللي هي من الساعه ساعه ونص لحد ما يوصلوا البيت تلاقيهم ايه يعني ايه جابوا حاجات من بره واكياس محفوظه ومش عارفه ايه وجابوا حاجات كتير قوي. يجي بقى الام تعبانه وتبقى عامله الاكل يبقى هم شبعوا اوريدي مش عايزين ياكلوا. احنا عايزين نعمل برضه بالعكس الاكل بتاعهم اللي هم بياكلوه ده كمان اكل مش صحي خالص. ما ده اللي بقوله يعني. عايزين يعني في المدرسه كده يبقى في اكل مش عامل مش بايظ، لان ساعات الولاد لما بيحطوا الاكل في اللانش بوكس يقول لك لا انا بعرف اكله. فعايزين وجبات كده سهله وبسيطه وسريعه وتبقى في اللانش بوكس محتفظه بكيانها كده وزي ما هي عشان ياكلوها حتى لو بعد خلصوا بعد ما يخلصوا اليوم الدراسي. حاجه زي دي ممكن تتحط جدا في اللانش بوكس، ممكن تتحط اصلا زي ما هي وتقطعها لها قطع صغيره حتت صغيره ومعها مكرونه مثلا مسلوقه او ان انت ممكن تحطي مثلا دي جوه مثلا صوابع او ممكن البيك بوتيتو اللي احنا هنعملها ممكن تحط زي ما هي هي فيها كل حاجه فتحطها زي ما هي كده في اللانش بوكس بمعلقه تبقى جميله جدا. طيب يلا هنعمل فاحنا دلوقتي دي كده خلصناها هندخلها بقى الفرن دلوقتي وهوريكم الفيرجن بتاعتها طبعا الخلصانه. دلوقتي احنا بقى معانا نعمل بقى البطاطس. البطاطس دي يا جماعه من الاكلات الحلوه جدا 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 وفي بلاد كتيره قوي مشهوره بيها، احنا ابتدينا كمان نعملها وبقت من الوجبات الاساسيه عندنا في تركيا. الوجبه دي من احد الوجبات الرئيسيه الاساسيه في الشارع زي الدوره وزي ابو فارو في الشتاء. هي بتبقى بطاطسايه بس بينقوها كبيره شويه في زراعتها بتبقى كبيره، بيفتحوها وبيحطوا فيها كل حاجه، بتبقى غنيه جدا جدا بكل العناصر الغذائيه اللي ممكن اي جسم يستفاد بيها في فتره الشتاء او في فصل الشتاء. وممكن بقى كمان حسب احتياج، يعني في ناس احنا هنعمل مقادير ممكن اللي عايز يحط حاجه تاني صدقوني بتطلع طعمها تحفه. وهاكلها دلوقتي معاكم على الهوا عشان ايه كله يتفتح نفسه وكل يقوم يشجع نفسه يعمل. طيب خليني اديهم كده الاول الملخص المفيد للموضوع. هي دي بطاطس كبيره، احنا بنجيب بطاطسايه كبيره اللي هي ينفع تتحط في الفرن من غير ما تستوي على الاخر. فبنجيب البطاطسايه يا اما بنحطها في ورق الزبده قبل ما ندخل عشان تمام نرتب نفسنا نجيب النسخه بتاعه الفراخ الحلوه اللي احنا عملناها نحطها عشان كل الناس تشوفها. دي الفراخ طبعا بعد ما طلعت بقى هناك مع ايه الحاجات اللي هتطلع. بصوا قد ايه طلعت شكلها حلو جدا وسهله وسريعه جدا. بس النسخه اللي هي في الفرن عشان اكلها ايه سخنه، انتوا عارفين التكييف عالي قوي فايه فممكن يكون الفراخ بردت. هنشوف بقى مع بعض ازاي هنعمل البطاطس. هي سهله وبسيطه جدا وموجوده في بيت اي حد. البطاطس ميزتها ان هي سهله سريعه تخلص بسرعه مغذيه جدا مغذيه جدا بالظبط. واحنا عاملينها بالفيرجن الصحي لان الفيرجن اللي مش صحي بتاعتها بتحط فيها زبده بتحط فيها حاجات كتير قوي. بس والله لو حطينا نقطه زبده يعني مش هيحصل حاجه مش هتخسر حاجه زبده كده في الموضوع مش هتخسر حاجه. حته زبده باي تايم مش هتعمل مشكله بتتوزع فيها كلها ما بتاخدش. عارفه المشكله بتبقى فين دايما؟ بتبقى على المدار الطويل. يعني لو انا فضلت كل يوم اكل زبده لمده سنه
وقتها هتأذي، وقتها ممكن تتخني. لكن لو اكلت حته زبده في يوم، مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، انت عايزه ان انا ابقى حاسب نفسي ان هو مش كل مره، مش هنقول اصل المره دي مش هيحصل حاجه. انت فعلا بتقول على المراحل اللي هو التراكميه بالظبط بيحصل، لازم تبقى في بالانس، لازم يبقى عندك بالانس. انا النهارده مثلا فور اكزامبل زي ما انت بتقولي فطرت 3 مرات، هاجي في الغدا انت لازم، انا جعانه لازم تتك على الموضوع هاجي جعانه بس حقك على فكره الشتاء بياكل جامد. بس انا مثلا صحي من الساعه 7 الصبح، طبيعي ان لازم هبقى عايز اكل كل من ساعتين لثلاث ساعات، فده اوكي، جسمك محتاج الاكل عشان يحرق. فهتاخدي الوجبه الاولانيه والثانيه، بين كل وجبه ووجبه ممكن تاخدي ساعتين لثلاث ساعات، هتلاقيكي جوعتي طبيعي، جسمك حرق. فمفيش مشكله لو انت من 7 الصبح اكلتي 4 5 وجبات، مش هقول لك وجبتين، ده اوكي. المهم يبقى في فرق ساعتين لثلاث ساعات بين كل وجبه. ولازم تبقى الوجبه ما فيهاش نسبه الفاتس العاليه اللي هتزودني، بس هي فيها بروتين، فيها كاربس مفيده، فيها فيجيتابلز، كل الكلام ده مهم. فلما اجي انا دلوقتي مثلا عايزه اتغدى، هبتدي انقي، طب انا اكلت ايه الصبح؟ هل انا بوظت الصبح في الفطار؟ لو بوظت في الفطار يبقى خليني اظبط بقى في الغدا. جيت ظبطت في الغدا، طب انا نفسي في حاجه مسكره بعد الغدا بساعه، هقدر اكل شوكليت، هقدر اكل. فهي اتس بالانس، هي ميزان، لازم اوزن نفسي بالظبط. مش لازم تمشي على دايت بلان بالورقه وبالقلم، بس انت لو وزنتي الدنيا كده هتلاقيكي خسيتي لوحدك. يا رب. احنا بنسمع منكم الكلام وبننوي وسايبين الباقي على ربنا. لا لا كله تمام. طيب احنا البطاطس في ليها طريقتين، يا اما هتتحط في ورقه زبده كده وتدخل الفرن، يا اما بنحطها على ورقه زبده وبعدين بنغلفها بفويل وندخلها برده الفرن. تمام، فرن بقى عندك مايكروويف، بس طبعا مايكروويف من غير الفويل هيدخل بورقه الزبده بس، ممكن في الاير فراير، اي حاجه من الحاجات دي. احنا بناخد البطاطساي لازم تبقى كبيره، بناخدها بنحط عليها حبه زيت، انا بس عشان ده اتعملت عشان تطلع قدام التلفزيون، نحط عليها زيت ملح وفلفل وبنغلفها بورقه الزبده او بالفويل ونحطها في الفرن. وانس ان هي طلعت، بتعرفي ازاي استوت؟ تمسكيها من الجنب، لو من الجنب دخلت شويه معاكي في ايديكي يبقى هي كده استوت. انا بقى بمسك سكينه وادخلها في البطاطساي، ممكن برضو سكينه، ممكن سكينه برضو، بس انت عايزه كده كده تفتحيها، فمش عايزه تبقي فيها خرام كتير. صح، فاهم قصدي؟ فهي انا دلوقتي لو مسكتها عملتها كده هتلاقيها بدات تتني وتدخل معايا، فهي كده استوت خلاص. فاحنا دلوقتي عايزين بقى ايه، نحاول نطلعها من غير ما نغرق اي خسائر. اه بالظبط كده، هي سهله جدا، سهله كده، عشان انا عايزه افتحها البطاطسايه وادوقها بكل الحاجات اللي احنا ممكن نحطها عليها. وعايزه اقول لكم ان في والله اوبشنز كتير جدا جدا ممكن نضيفها على البطاطس دي. يعني عايزه اقول لكم لو في فلفل سبايسي، لو في هالبينو، او في ممكن ذره، عارفه السيراتشا بتاع السوشي طبعا ممكن يتحط عليها كويس. كمان ممكن الزيتون، الناس اللي بيحبوا زيتون، فلفل الوان كتير، يعني عندنا اوبشنز كتير، وكمان اكله ممتعه. ونحط بقى صوص عليها حلو جدا، كاتشب، مايونيز، الحاجات دي بتخلي الـ 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 الطعم بتاع البطاطس نفسه حلو، والبطن بتاع البطاطس نفسه او اللحم بتاعها بيبقى مهل شويه. اه بتبقى جوسي، وبتبقى جوسي جواها شوية. كل الحاجات اللي جواها. طيب احنا دلوقتي زي ما انت شايفه كده، هي بقى احنا هنروح فاتحينها، هنعمل بس فتحه كده فيها في النص، هي طبعا سخنه، ولما تبقى محطوطه في كمان في الفويل بتفضل محتفظه بحرارتها اكتر، فبتخلي كل الحاجه تسيح اسرع. حلو جدا. احنا ايه، فتحنا كده فتحه في النص، نروح عاملينها كده بتاع حاجه بسيطه. طب انت قلتي انت دوقتيها قبل كده صح؟ اه انا بحبها قوي. بصي بقى الفويل بقى، شايفه بقى التركه دي، الفويل تخليها ماسكه في بعضها، فهمتي قصدي؟ لو احنا حاطين تحتيها فويل، لو هي مقفوله بفويل من كل الاتجاهات، فهمتي؟ اه احنا بس نسندها كده علشان ايه، نحط دي هنا كده اهي، ونيجي بقى عند دول نحط فيها البارميزان. خلينا نحط في اللي هي اللي مقفوله عشان تمسك معانا. نيجي هنا ونروح عاملين كده، نحط فيها البارميزان، ودي اتفتحت. بصي هي دي مشكله، هي كده كده لازم تتفتح، لانك انت كمان هتحاولي دلوقتي تدريسي البطاطس. هي الفكره بقى ان انت عايزاها تبقى او السمر نفسها تدريسيها بكل الاضافات اللي انت ضفتيها عشان تسيح، فاهمه؟ هي دي كده، احنا حطينا حبه بارميزان، وتحطي فيها ده ساور كريم باي ذا واي. ممكن بقى تجيبي ساور كريم، ممكن تجيبي جريك يوجرت، بيتحط بداله جريك يوجرت. انا هنا اخترت ساور كريم لان ساور كريم في منه لايت، فممكن اقدر استخدمه. لو ما لقيناش، لان الاوبشن بتاعي ان ممكن ما نلاقيش ساور كريم لايت، ممكن ساعتها نحط جريك يوجرت، هيديكي نفس الطعم بالظبط. هو الساور كريم ده بيتباع في اي ماركت، انا ممكن اشتريه اي حته. ونروح حاطين عليها
اللحمه عندي بقى اوبشنز كتير. موضوع اللحمه ده ممكن لحمه مفرومه على فكره، لحمه مفروم لا بس هي ممكن لو حد بالحاجات دي ممكن على فكره تبقى حلوه قوي قطعه صغيره، ممكن كمان اسمه ايه اللي هو البينز، بلاك بينز، ريد بينز، ممكن تتحط وسطيها مع الذره بيبقى حلو قوي. بالظبط هتبقى مليانه كل بقى ده. نروح حاطين عليها حبه ملح ونزوقها. عايزه اقول لكم برده الحاجات اللي بتتباع بتعمل او التجار او الناس البياعين بيعملوا حاجات كتير قوي عشان يغروا الناس. انا عايزه اقول لكم البطاطسيه دي بتبقى كده وباجي اطلبها كده باجي ماشيه بيها من كتر الحاجات اللي قدامي الاضافات اللي انت ممكن تضيفيها تلاقي في الاخر البطاطسيه دي بقت قد كده من كتر الحاجات اللي انت ضفتيها على البطاطسيه. فاحنا عندنا هنا اختيارات كتير جدا ممكن نحطها. ودي بقى وقتها تروحي انت بقى لما تيجي عايزه تاكليها تروحي انت فاتحاها سنه بسيطه وتروحي ايه بقى مقلبه وتوابل. مقلبه بقى كله هتلاقي كلها ساحت من جوه مع مع الجبنه مع كل ده هتلاقيها ساحت كلها من جوه. بجد كانوا اكلتين حلوين جدا جدا جدا. احنا لسه هنحط بقى هنا الحاجات صح؟ دي ممكن نحط فيها يلا بينا نحط الحاجات قبل ما نختم الفقره. احنا بقى ممكن كده يبقى شكل الطبقين حلوين وكل الناس تتشجع تحط دلوقتي كل تروح فاتحه درج البطاطس المحترم بتاعنا كلنا بتاع اي ست مصريه تفتح الدرج تجيب البطاطسيات الكبيره تنقي بقى السمر الكبيره. اكبر بطاطسيه عندك هتستخدميها اه اكبر انا دايما بعمل كده يعني بجيب بطاطس كبيره بسبب ان انا بحب الاكله دي قوي. تحطيها بقى في الفرن وتسيبيها يعني حد بقى عايز يتعشى تطلعها له. عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تسووها شويتين كده وقبل الاكل على طول اه يبقى حلو قوي بقى قبل ما الاكل على طول تولعوا عليها تاني. هتاخد تسخينه بس مش لازم بقى تاخد السوى ان انت تبداي مش هتلحق زي البطاطا كده تحطه كتير في الفرن وقت التسخين او وقت الاكل تسخنه على طول وتحطوا الاضافات دي فبتبقى فريش جدا جدا اكنك لسه عاملاها في نفس الوقت. تمام وكده احنا بنحط اخر حاجه الجارنش بقى اللي هو الاخر حاجه خالص المنظر اللي عامل في الاخر وناخدها دي يعني حتى ايفن لو هي فتحت كده على فكره هي ممكن تتعمل بقى از ماش بوتيتوز وهي بصي عشان مسكت في بعضها عشان الجبنه طبعا. بس نحط بقى الطبق جنب الفراخ. كل الناس دلوقتي اللي بتشوفنا احنا خلاص كده في اخر اليوم محتارين بقى هناكل ايه هناكل ايه مش لازم نقوم نعمل اكلات بقى الجامده ونعمل محشي ونعمل حاجات كتير مش هتاخد اكتر من يعني 5 دقايق يعني. الاكلتين الحلوين دول عايز اقول لكم ان هما سهلين جدا جدا ومغذيين جدا وفيهم كل العناصر اللي ممكن تفيد اي جسم سواء طفل صغير او كبير او حد حتى بيتمرن في الجيم او بيلعب رياضه. اكلات سهله وبسيطه وبتفتح النفس بجد. انت نورتينا النهارده ان شاء الله تنورينا ونعمل اكلات تانية مختلفه برضو تكون فيها عناصر غذائيه كتير وتمدنا بالطاقه. نورتينا تيولين الباري استشاري التغذيه نورتينا النهارده. شكرا حبيبتي ميرسي. مشاهدينا كده كل فقراتنا انتهت. يا رب تكون فقرتنا النهارده وحلقتنا عجبت حضراتكم. استنونا وحلقات متجدده دايما من هو هن. اشوفكم على خير في رعايه الله.